نشتغلها. وفي برضه بتاع الانفرس ستريت فانكشن ما عملناهوش، كنا ايه قلت لكم احفظوا بس كده القوانين وهنشتغل على القوانين دي المره الجايه. فتعالى نبدا بالمسائل الاضافيه اللي انا عايز اوريها لكم. اول مساله اضافيه عندنا هي المساله اللي قصادنا دي يا جماعه، اكس كوزين ساين انفرس اكس دي اكس. المساله دي اللي هيشوفها يتخض من شكلها، شكلها غريب جدا. في عندي هنا تريك فانكشن الانجل بتاعتها عباره عن انفرس تريك فانكشن. الشكل ده لو تفتكروا يا جماعه احنا شفناه المره اللي فاتت، فاكرين المره اللي فاتت لما كان بيبقى عندي داله مثلثيه جوه مجموعه انفرس فانكشن كنا بنعمل ايه؟ كنا بنمسك دون استخدام اله حاسبه احسب قيمه مثلا ساين تان انفرس مثلا نص. فانتوا كنت بتقوموا عاملين ايه؟ كنت بتقوم مسمي اللي جوه ده الفا، بتقوم راسم وتقوم مودي التاني، يعني كنت بتقوم مسمي اللي جوه مثلا اي اسم ايه او الفا او اي حاجه اهو بتساوي نص، وتقوم مودي التاني الناحيه التانيه يبقى تان الفا او تان ايه بيساوي نص. حضرتك كنت بتقوم عامل ايه؟ كنت بتقوم راسم مثلث للتان، تقوم راسم مثلث التان وتقول ان التان مقابل على مجاور، وتقوم جايب الوتر من فيثاغورس، تقوم راجع لمسالتك تاني اللي هي عباره عن ساين التان انفرس اللي جوه انت خلاص سميتها الفا او سميتها ايه، وساين الايه من المثلث اللي انت رسمه هتقدر تحسبها. وقلت لكم المره اللي فاتت ان ممكن عادي ما يجيبلكش هنا ارقام، يجيب لك كده اكس مثلا ويقول لك سمبليفاي. فاكرين السؤال ده؟ برضه اتعامل مع مسالتك عادي وسمي اللي جوه الفا وايه وارسم مثلثك واشتغل عادي. فالسؤال بتاع الانتجريشن ده يا جماعه ايه اللي محتاجين نعمله؟ حتى لو الراجل ما قالكش في الامتحان، محتاج تمسك دي وتعمل لها سمبليفاي الاول. محتاج تمسك كوزاين ساين انفرس اكس حتى لو الراجل ما قالكش واعمل لها سمبليفاي. ليه؟ ما هو ده يا جماعه الشكل بتاع المسائل المشهوره او المهمه اللي انا قلت لكم عليها المره اللي فاتت، ان انت تلاقي تريك فانكشن جواها انفرس تريك فانكشن او مجموعه انفرس تريك فانكشن. يعني المره اللي فاتت شفنا برضو مساله بيبقى الكوزاين او الداله المثلثيه جواها كذا كذا انفرس تريك فانكشن، فانت عادي سميت ده الفا وسميت ده بيتا ورسمت المثلث بتاع دي ورسمت المثلث بتاع دي وعشنا حياتنا المره اللي فاتت. فانت عموما لما تلاقي تريك فانكشن جواها انفرس تريك فانكشنز اعمل لها الاول سمبليفيكيشن، وخصوصا كمان لو جايه في مساله انتجريشن زي كده، المساله دي اللي هيبص لها يتخض، ايه ده؟ ايه ده؟ تتحل ازاي دي؟ فانت امسك ده الاول كده اهو، سيبك دلوقتي من انتجريشن خالص واعتبرها مساله زي مساله اخر سيكشن خدناها المره اللي فاتت. فاهو مسكت ده يا جماعه وابتديت ان انا اعمل له سمبليفيكيشن ابسطه. مسكت الساين انفرس اكس سميتها الفا، موديت الساين انفرس الناحيه الثانيه بساين، رسمت مثلث الزاويه الفا ده واحنا عارفين ان الساين مقابل على وتر، يعني المقابل هيبقى باكس والوتر بتاعنا اكنها على واحد. فمن فيثاغورس تقدر تقول ان ده روت واحد ماينس اكس سكوير. نرجع لمسالتنا اللي احنا عايزين نعمل لها سمبليفاي، اللي هي عباره عن كوزاين اللي جوه ده خلاص خلصنا منه وسميناه الفا، وكوزاين الفا من المثلث ده يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن مجاور على وتر، جذر واحد ناقص اكس سكوير على واحد. يعني الشكل اللي هو اسمه كوزاين ساين انفرس اكس ده بجلاله قدره هو عباره عن جذر واحد ناقص اكس سكوير. بعد ما تعمل له سمبليفيكيشن هتقوم عامل ايه بقى؟ هتقوم شايل الكوزاين ساين انفرس اكس دي كده خلاص من هنا وتحط مكانها جذر واحد ناقص اكس سكوير، فتبقى مساله التكامل بالمنظر ده، اكس اللي موجوده اصلا في المساله وكوزاين ساين انفرس اكس اتفقنا ان احنا نحط مكانها روت واحد ماينس اكس سكوير. بقت مساله سهله ولا سهله؟ بقت تافهه. ليه؟ ما هو الروت ده يعتبر قوس نص، وانت القوس تقدر تزود على الباور واحد وتقسم على الباور الجديد لو مشتقه ما بداخل القوس موجوده بره. فمشتقه ما بداخل القوس يا شباب واحده بزيرو. الماينس اكس سكوير دي مشتقتها ايه؟ ماينس 2x. انت عندك بره في x الحمد لله فاضل لها ايه؟ ماينس 2. فضربت هنا في ماينس 2، قسمت بره على ماينس 2، قلت ده متشكرين، وابتديت ان انا اكامل القوس عادي جدا بان انا زودت على الباور واحد وقسمت على الباور الجديد. دي برده من المسائل ايه اللي افكارها حلوه، ان هو يجيب لك جوه الانتجريشن كده جواه حاجه غريبه،
وحتة كده عبارة عن إيه؟ تريك فانكشن جواها inverse تريك فانكشن. بتقوم شغال شغل المرة اللي فاتت إن أنت بتعمل لي دي سمبليفاي، وده كده على جنب سمبليفاي، شوف دي أصلاً عبارة عن إيه؟ طلعت في الآخر عبارة عن جذر واحد ناقص إكس سكوير. قمت شايلها يا جماعة وحطيت الشكل المبسط بتاعها، جذر واحد ناقص إكس سكوير. بقت مسألة تكامل عادية جداً. ماشي؟ خلي بالك برضو يعني ممكن اللي ذاكر المرة اللي فاتت لو هنا مثلاً في اتنين كده عادي برضو تشتغلها زي المرة اللي فاتت. بتمسك في الزاوية في الزاوية. ايوه بالظبط كده، الله ينور عليك. هتشتغل مسألة زي المرة اللي فاتت، تمسك الساين انفرس اللي جوه برضو، مالكش دعوه بالاثنين. هتمسك الساين انفرس وتسميها الفا وترسم مثلثك، هيبقى نفس الشغل كده. بس هتيجي هنا على الخطوه دي هتلاقي ان ده كوزاين 2 الفا. فكوزاين 2 الفا ما ينفعش يتحسب من المثلث. انت المثلث ده عشان تقرب له لازم زاويتك تبقى اسمها الفا. وحد يكون مقتنع ان كوزاين 2 الفا معناها ان انا احسب الكوزاين واقوم ضاربها في 2، مش كده. اللي انت بتحسبه واللي انت عايز تعمله ده اسمه 2 كوزاين الفا، مش كوزاين 2 الفا. فطالما الزاويه ما هيش الفا مثلثك ده انساه. فعشان تخليها الفا تروح تستخدم قانون ضعف الزاويه لكوزاين 2 الفا بكوزاين سكوير الفا ناقص ساين سكوير الفا، وتعوض خلاص بقت كوزاين سكوير الفا. فكوزاين الفا تعرف تحسبها، ساين سكوير الفا تعرف تحسبها، وبالتالي الشكل ده هتعرف تبسيطه وتقوم معوض بالتبسيط بتاعه هنا. هتلاقيها مساله انتجريشن اسهل بكتير من اللي انت شايفها دي. يبقى يا جماعه دي فكره مساله مهمه، مساله مهمه جدا. خلوا بالكم من النوع ده من المسائل ان هو يقوم دمجها لك في انتجريشن. قال لك سمبليفاي، ما قالكش هتسمبليفاي. سمبليفاي طالما لقيت تريك فانكشن جواها انفرس تريك فانكشن سمبليفاي، هتلاقي مسالتك زي الفل بعد كده، تقدر ان انت تتعامل معاها. يعني هو بعد اذنك يا باشمهندس اسلام، دلوقتي مثلا يعني هو قال لي او ماليش باخد اللي هو الانفيرس اللي هو الانفيرس فانكشن، باخدها دي اللي بعملها سمبليفاي و دي كده كلها سمبليفاي. ماشي، بعد ما تعملها سمبليفاي وعرفت شكلها المبسط عوض بالسمبليفيكيشن ده، هتلاقي مسالتك بقت بسيطه. يعني الكوزاين ساين انفرس اكس دي على بعضها اتشالت اصلا وحط مكانها جذر واحد ناقص اكس سكوير، فبقت مسألة بسيطة مجرد تكامل لقوس، مش محتاجين حتى نعمل فيه أي فكرة يعني. باشمهندس هو الدبل أنجل للكوزاين إيه هي؟ معلش. إحنا كاتبينها في البي دي إف بتاع أول سيكشن إن الكوزاين هو ليه كذا قانون دبل أنجل. فمنهم القانون ده مثلا كوزاين سكوير ماينس ساين سكوير. زي ما قلت لكم القوانين دي كده كده لازم ترجعوا لها كلها يا شباب، قوانين دبل أنجل وقانون مجموع زاويتين، الحاجات دي كلها محتاجين ان انتوا ترجعوا لها، مهمة جدا. ماشي يا جماعة؟ دي كانت أول مسألة ناقشنا فيها. في حد عنده مشكلة في أول مسألة دي؟ حضرتك عامل لهم بي دي اف زي اللي حضرتك بتبعته كل مرة؟ ما هو ده البي دي اف اللي بشرح منه. اللي بتشرح منه ده البي دي اف. بي دي اف اللي مفتوح دلوقتي ده بي دي اف. طيب تعالوا عشان بس برضو الناس ما تملش من كتر الانتجريشن، واحده انتجريشن واحده ليميت. تعالوا اوريكم برضو فكره في الليميت حلوه، ان يجي لك المساله بالعكس. اجي انا اقول لك ايه باشمهندس، ليميت لما اكس يروح لزيرو بساين 4 اكس على ايه اكس بيساوي 2، تعرف الايه ده بكام؟ فدي برضو وارد ان انت تشوف حاجه زي كده، ان هو يديك قيمه الليميت ولكن يديك مجهول في المساله نفسها زي الايه ده، ويقول لك تعرف قيمه الايه ده بكام. فانت هتعمل ايه؟ هتحل المساله عادي جدا واكنه هو مش مديك النتيجه. يعني هتقول له كده ليميت لما اكس يروح لزيرو، المساله كانت نسيت، ساين 4 اكس، ساين 4 اكس على ايه اكس. اروح احل المساله دي، اول حاجه يا جماعه ما اقعش في الفخ، اعوض الاول تعويض مباشر. يمكن انا حبيت في الكويز اوريكم برضو حته ان التعويض المباشر ممكن العب بيها عادي، الحمد لله ما فيش ناس كتيره وقعت فيها، يعني الناس معظمها عوض الاول. فبالتعويض لقوا ان المساله الثانيه في الليميت بتخلص. فاول حاجه لما اعوض هنا تعويض مباشر هلاقي الكلام ده بزيرو على زيرو، وبناء عليه من حق استخدم رول الساين. رول الساين دي بتقول ايه؟ طالما الانجل فيها نفس الفاريبل اكس وتحت انا لقيت نفس الفاريبل اكس، طالما الاثنين زي بعض يبقى الكوفيشنت على الكوفيشنت، تطلع اجابه المساله دي 4
على ايه. طب وهو اصلا بيقول لي اجابه المساله دي بكام؟ هو اصلا مطلع اجابتها بيقول لك ده بتطلع باتنين، يبقى الايه بتاعنا بكام يا شباب؟ يبقى الايه بتاعنا بيساوي، ممكن اخدها كده 4 على اس بتساوي 2، يبقى الايه هتساوي 2 اهو. ودي الايه مكان الاثنين، نزل الاثنين مكان الايه، فيبقى الايه ب 4 على 2 اللي هي فيها الاثنين. عرفت قيمه الايه؟ فيها مشكله دي؟ تمام كده. مساله هو كان ايه يا باشمهندس انها تساوي 2؟ هو بص اهو في السؤال بيقول لك ان الليمت ده قيمته زيها بس اويلر بقى. ليميت لما اكس تروح لانفينيتي، اكس ناقص ايه على اكس زائد ايه باور اكس. وبيقول لك على فكره قيمه الليميت ده هتساوي ايه باور 2. افرح يا عم، اديتك حلها اهو. عايز ايه؟ عايز الكونستانت ايه ده يعرف هو بكام. طب تعالى كده على جنب. طبعا يا جماعه طالما لقيت فانكشن باور فانكشن، اعرف على طول ان دي مساله اويل اللي هي نتيجتها بتساوي ايه باور كي. بس محتاج ايه؟ محتاج تمسك اللي جوه تظبطه. لو تفتكروا لازم تخليها واحد واحد زائد او ناقص فانكشن، مش فارقه، بس المهم يبقى فيه 1 بلس اور ماينس فانكشن. فالشكل اللي جوه ده ما اقدرش اقول لك كده ان الكلام ده هيطلع ايه باور كي. ليه يا باشمهندس؟ اصلها يا جماعه مش متظبطه على فورمه اويل، فاحنا لازم اول حاجه نمسك مسالتنا نظبطها نخليها على شكل مساله اويل. ماشي، سيبك خالص ان هو مديك الاجابه دلوقتي، تخيل ان دي مساله ليميت وانا وانتوا عايزين نحلها. فانا دلوقتي عندي ليميت لما اكس تروح لانفينيتي، مساله بقى بتقول ايه؟ على كده نشوف اكس ناقص ايه على اكس زائد ايه الكل باور اكس، يبقى اكس ماينس ايه على اكس بلس ايه الكل باور اكس. يلا يا جماعه نحل مساله زي كده. طالما عندك فانكشن باور فانكشن، اعرف ان دي مسائل اويلر اللي هي نتيجتها بتطلع باي باور كي. بس حضرتك عشان نقول اي باور كي، محتاج اول حاجه تعملها تظبط شكل المساله، تخليها على الفورمولا اللي هي 1 بلس ار واين او 1 ماينس، المهم يبقى في 1. كنا يا جماعه بنجيب ال1 ده ازاي؟ كنت بقول لك لو تفتكر حاول تخلي البسط شبه المقام، يعني المقام اللي هو اكس زائد ايه، حاول تخلي البسط برضو اكس زائد ايه. هتقوم عامل ايه؟ هتقوم مزود ايه ومنقص ايه. طب حلو قوي، فبقى عندك دلوقتي ناخد دي كده، فبقى عندك دلوقتي x بلس a ماينس a ماينس a اللي هي ماينس 2a. اقدر دلوقتي اقسم يا جماعه مسالتي من جوه بالشكل ده، هعتبر ال x بلس a كانها سنجل مقام وحيد كده اسمه x بلس a، و x بلس a اهو، واقسم مسالتي من جوه. فمسالتك لما تقسمها من جوه هيبقى عندك ايه؟ هيبقى عندك x بلس a على x بلس a ب 1 ماينس 2 ايه على اكس بلس ايه. حد مش فاهم ايه اللي حصل؟ انت قسمت مسالتك من جوه اكس بلس ايه على اكس بلس ايه عشان تديك ال1، لازم يبقى في 1 عشان اقدر اقول الاجابه باي باور كي. وهنا بقى ماينس 2 ايه على اكس بلس ايه. طبعا يا جماعه هي كده بقت على فورمه اويلر، فتقدر تقول ان اجابتك اي باور كي. طيب وكده تجيبه ازاي؟ كده كنا بنجيبه بمساله ليميت لما اكس برضو، يعني لو اكس بتروح لانفينيتي يبقى اكس برضو هنا تروح لانفينيتي، كنت بضرب الفانكشن في الباور، كنت بضرب الفانكشن اللي بتاعتي هنا في الباور بالاشاره بتاعتها، يعني لو في ماينس خده معاك، يبقى بضرب الفانكشن بتاعتي اللي هي ماينس 2 ايه على اكس بلس ايه في الباور اللي اسمه اكس، يعني ممكن الاكس دي نلزقها جنب الاي فوق، الماينس 2 برضو خليه فوق. يبقى ضربت الفانكشن يا جماعه في الباور. لو حليت مساله الليمت دي طلعت الكي، يعني حليت مساله. طيب مساله الليمت دي تطلع بكام؟ قلت لكم برضو نوت زي كده، قلت لك معلش تعرفوها لحد ما ناخد اوبيتال. لو عندك مساله ليمت لما تروح لانفينيتي، بص على درجه الاكس اللي فوق وبص على درجه الاكس اللي تحت. طالما الاثنين ليهم نفس الباور خد المعامل على المعامل. لو اللي فوق الباور بتاعه اكبر من اللي تحت كده مثلا، فوق اكس سكوير وتحت اكس، ممكن تكتبوها دي برضه
لو درجة اللي فوق لو انت بتحل مسألة اكس بانفينيتي الكلام ده بس تعرفوه لحد ما عرفه بوتال قدام. لو عندك ليميت لما اكس يروح لانفينيتي لو بص على البولينوميال درجة الاكس اللي فوق واكبر درجة الاكس ده لو لقيت درجة الاكس اللي فوق اعلى من اللي تحت دي بتطلع بانفينيتي يا جماعة. لو درجة اللي فوق اعلى طب لو درجة اللي تحت هي اللي اعلى كده هو خلاص يبقى ده هيطلع بزيرو. يبقى لو اللي فوق اعلى بانفينيتي اللي تحت اعلى بزيرو. طب الاتنين زي بعض بتاخد المعامل على المعامل يعني معامل اكبر باور فوق على معامل اكبر باور تحت معامل اكبر اكس فوق الاكس باور 1 معاملها ايه بناقص 2 ايه. طب معامل الاكس اللي تحت ده بكام بواحد لكن الاجابه هتطلع ماينص 2 ايه على واحد. طلعت الكي شيل الكي يا عمنا وحط مكانها ماينص 2 ايه. انا جاوبت المساله اهو بس باشمهندس ده 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 ده, ده, ده اي باور ناقص 2 ايه الايه ده هو اصلا عايز الايه ده عايز يعرف الايه بكام. طب هو اجابه المساله كانت بكام بيقول لك عارف لما تحل المساله دي الاجابه المفروض تطلع باي باور 2 الاجابه المفروض تطلع بايه باي باور 2. يبقى بالمقارنه كده يا جماعه ماينص 2 ايه المفروض تساوي 2 يعني الايه بكام بناقص 1. هو بيقول ان الاجابه على فكره هتطلع باي باور 2 فاي باور ماينص 2 ايه اللي انا طلعتها دي المفروض اقارنها بالاي باور 2 يبقى الماينص 2 ايه هتساوي 2 يبقى الايه بتساوي 2 على ناقص 2 اللي هي الايه هتطلع يعني بناقص 1. لو حد عايز يسال في المساله دي يسالني. طب هي الاكس لو ده ايه ماينص 1 وماينص 2 لما يعني القصه هتبقى ماينص 3 مش هتبقى 2 تبقى ماينص 3 لا يعني هو دلوقتي ماينص 2 وماينص 1 مش بنجمع لا ماينص 2 ايه وماينص 3 لا انا ما جمعتش حاجه خالص انا جمعت ايه طب معلش انا عايز اعرف دلوقتي احنا جبنا الاي ماينص 1 ازاي الاي ماينص 1 الاي بتساوي ماينص 1 ازاي حلو قوي انت طلعت الاجابه باي يعني باي باور ماينص 2 ايه صح كده حلو وهو الراجل بيقول لك ان الاجابه باي باور 2 يعني الاي باور ماينص 2 ايه المفروض تساوي الاجابه بتاعته اللي هي اي باور 2 لو انت سويتهم ببعض طبعا الاي هو الاي فاكن الاي طار مع الاي يعني بقى لك ان الاثنين بيساوي ناقص 2 ايه تمام فلو قسمت على ناقص 2 يبقى الايه بتساوي 2 على ناقص 2 يعني الايه بناقص 1 تمام طيب كان في باشمهندسه برضو بتسال اتفضلي نغير الكلام ولا ايه طب لو حد عايز يسال يا جماعه المهم هو الاكس بس اللي جه في اخر الليمت دي جنن اللي هو ماينص 2 اي اكس ما هي الرول بتاعه الاي باور كي بتقول لك ايه بتقول لك لو انت عندك ليميت لما اكس تقول لاي حاجه يعني وكانت المساله على شكل اويلر كده اهو باور جي اوف اكس فاجابه المساله اللي على شكل اويلر اللي هي فانكشن باور فانكشن بس تبقى 1 بلس او 1 ماينس تبقى الاجابه اي باور كي طب والكي حجم اويلر بيجيبوه منين؟ بص بقى قال لك الكي بتجيبيه كده بتضربي الفانكشن بتاعتك اللي هي الاف اوف اكس في الباور بتاعك اللي هو جي اوف اكس تضربيهم في بعض فانت هنا يا باشمهندسه انا كانت الاجابه بتاعتي المفروض اي بار كي طب الكي ده جبته ازاي؟ ضربت الفانكشن بتاعتي اللي هي ماينس 2 اي على اكس بلس اي ضربتها في الباور اللي هو اكس واخد بالك بتضرب الفانكشن في الباور فعشان كده في هنا ماينص 2 ايه مضروبه في اكس على طبعا الاكس بلس ايه اللي موجود تمام كده باشمهندس ممكن تتكلم تمام بس ملحوظه بس
ايه ملحوظه ايه انت قلت ملحوظه صح ولا انا مش مهندس مش بس مهندسة ايه ولد ولد مش مهندس ولد مش بنت انا شاب مش بنت اقف عليها عشان انا ببص من على الموبايل والموبايل مش بيبقى مبين مين اللي بيتكلم انما لو بصيت من اللاب زي ما انتم شايفين ممكن اعرف مين اللي بيتكلم انا اسف جدا انا اسف جدا ازيك يا باشمهندس ايوه المساله دي يا باشمهندس ممكن من الاول تتحل بهوبيتال او خالص بص هي عاده حتى لما هندرس اوبيتال طبعا ممكن بان انت بقى بتاخد لين الطرح بصراحه اوبيتال اللي لما بيبقى فانكشن بار فانكشن اوبيتال يعني بتبقى معقده شويه ان انت بقى تاخد لين وبرضو حته التفاضل وكده هتلاقيها صعبه شويه خلي بالك فهي تتحل باوبيتال بس يعني باوبيتال هتبقى رخمه شويه يعني لما يبقى فانكشن باور فانكشن على فكره الاي بار طريقه الاي بار كي بتاعت اويلر ظريفه مش وحشه بس طبعا لو عايز تحلها باوبيتال طبعا عادي يعني هجرب تحلها باوبيتال بتكلم ان لو اوبيتال هتخليها اسهل مش عارف انا اوبيتال زي ما بقول لك انا حته لما بلاقي فانكشن باور فانكشن في اوبيتال وخصوصا في مساله زي دي x بلس اي على x ماينس يعني بحسها معقده شويه انت عايز تحلها باوبيتال قشطه شغال برضه ماشي يعني كده كده احنا كده كده لازم نتعلم اوبيتال كده كده قدامي فلو عايز تحلها باوبيتال شغال معلش انا ممكن سؤال اتفضل لما احنا عملنا ال 2 a اضربناها في اللي هو الـ x تمام يبقى سالب 2 a في الـ في الاكس على x بلس بلس a طب هو احنا بناخد معاملات الاكس بس يعني اللي هي بلس a دي خلاص مش يعتبر مش معانا في المساله قصدك الاكس بلس a دي يا احمد لا اللي تحت خالص يا باشمهندس اسلام اللي تحت بلس 2 a x على x ايوه دي ايه دي احنا اخذنا المعامل اللي قدام x بس يعني البلس a دي مش معانا خالص اللي هي في المقام بلس a اللي تحت دي ملهاش لازمه انت بتاخد معامل الx اللي فوق على معامل الx اللي تحت تمام تمام جدا ماشي او يعني في طريقه اسمها اوبيتال بتقول لك اشتق اللي فوق واشتق اللي تحت طريقه الحقيقه ممتازه ونفسي اشرحها لكم يعني ماينس 2 اي اكس دي كده اشتقها بالنسبه للاكس فمشتقه الاكس بواحد فيبقى لك ماينس 2 اي طب اشتق اللي تحت كده تفاضل الاكس بواحد وتفاضل الاي ده بزيرو انه كونستانت فالاجابه هتطلع ماينس 2 اي على واحد تمام اما لو حضرتك زي ما حضرتك قلت كده لو حضرتك زي ما انت قلت لو لقينا مثلا ان الباور بتاع الاكس اللي فوق اكبر من اللي تحت يبقى المساله على طول اقول انها انفينيتي على طول من غير ما موجع دماغي والكلام ده كله صح ولا بس وبالتالي يا باشمهندس بيخلينا نفضل نفاضل لغايه ما الفاريبل يروح صح يعني لو فوق في متغير يفضل وبالتالي يفضل نفاضل لغايه ما يروح لحد ما انت تيجي تعوض تلاقيها طلعت كميه معينه مش كميه غير معينه 0 على 0 او انفينيتي على انفينيتي تمام طب يا شباب دي كانت برضو مساله من المسائل يعني فكره ان هو يقوم مديك الاجابه بس يبقى في مجهول في المساله نفسها الفكره دي برضو من الافكار المهمه يعني دي فكره مسائل فاينل اصلا فخلوا بالكم من الفكره دي برضو يا جماعه فكره انها كانت بتيجي زمان ايام ما كان دكتور حسين بيدرس اصلا ففكره زي كده وارده يعني شايف اتمنى الناس كلها تكون فهمتها وخصوصا بتاعه اويلر دي هو دكتور حسين كان موقوف عن العمل وبعد كده رجع تاني وبعدين هو دكتور حسين اساسا المفروض ان هو يعني عدى السن فهو المفروض يعني طبيعي ان هو بيدرس يعني فهو في فتره ليه بيدرس ايه هو ليه بيدرس طيب عشان يعلم لا هو مش بيعلمنا عايز اقول لحضرتك انت اللي بيتون علينا الماس يعني معلش بس اسلام ما تنساناش في الاسم المطوله اللي انا طلبتها من حضرتك موجوده اهي موجوده منوره الدنيا اهي هنشرحها بعد شويه طيب تعالوا يا جماعه نشوف بقى انتجريشن شويه لو انا عندي انتجريشن لداله مثلثيه زي ساين سكوير او ساين كيوب اكس في كوزاين اكس المساله دي فيها مشكله يعني انتوا في الدوال المثلثية شفتوا معايا ايه؟ شفتوا معايا حاجات زي كده مثلا ساين 4x ف
فكنا بنقول ايه؟ ان الداله المثلثيه عشان اكملها سهله، المهم بس ابقى انا عارف ان تكامل الساين بناقص كوزاين، بروح اتاكد ان تفاضل الزاويه موجود، فلو موجود او مش موجود مثلا كنت اضرب في 4 اقسم على 4 حاجه زي كده يعني، لو موجود الحمد لله زي كده بعرف اكامل الساين واقول انها بناقص كوزاين. طيب افرض الشكل بقى اللي طالع لي او سوري المساله بتاعت التكامل نفسها شكل ما هوش مشهور، يعني انا في قوانين التكامل مش مديك خالص قانون بيقول لك تكامل الساين تكعيب اكس في كوزاين اكس يدي ايه، ما تعرفوه. انما لو جوه سيك سكوير تعرف تكملها بتان، سيك تان تعرف تكملها بسيك، طب ساين كيوب اكس كوزاين اكس ما بعرفش اكملها، ده شكل انا مش حافظه مش عارفه، طب ايه الحل؟ تعالى بقى اقول لك ايه الحل. بص يا جماعه الحل ان انت تبص على الطريقه الثانيه، ان انت تبص مش الساين دي عليها باور 3 تمام، فانت ممكن تعتبر ان الباور 3 ده اكن الساين موجوده جوه براكت باور 3. في مشكله لو انا عملت كده؟ مفيش مشكله، يبقى انا يا جماعه بصيت كده بعيني قلت ما اخد مثلا الساين دي واحطها جوه براكت باور 3. طيب انت عايز توصل لايه؟ عايز اوصل يا جماعه عايز اوصل لفكره البراكت، ان انا لو عندي براكت وكان تفاضل ما بيدخل البراكت بره ايه اللي بيحصل؟ بتزود على الباور واحد وتقسم على الباور الجديد وشكرا كده وتبقى المساله خلصت. طب هل الكلام ده متحقق هنا؟ هل بعد ما اعتبرت ان الساين اكنها موجوده جوه براكت باور 3 هل تفاضل الساين اللي جوه دي موجود بره؟ اه موجود. يبقى المساله دي يا جماعه تخلص مش دوال مثلثيه خالص، تخلص كفكره براكت، فكره قوس ان انت هتزود على الباور واحد وتقسم على الباور الجديد. طيب يبقى هي فعلا المساله لما شفتها لقيتها انها مش في الفورمولز اللي انا حافظها، ما عنديش كان في معنى ماينس يا باشمهندس. ايوه في معنى ماينس، لا وفي ثلاثه كمان، مش في ثلاثه اللي هو المفروض يبقى اللي هو الثلاثه دي بيبقى بره البراكت فبنقسم على الثلاثه ونقسم بره التكامل تولت ولا ايه؟ ولا انت وقت ما بداخل القوس مالكش دعوه بالباور بتاع البراكت. تمام بداخل القوس يا شباب مشتقة الساين بكوزاين، مشتقة الساين بكوزاين مش بنيجاتيف كوزاين، اشتقاق الساين بكوزاين، وبالتالي هي الكوزاين موجودة هي ومش محتاجة اشارة ولا نيجاتيف ولا اي حاجة، فهتقوم مزود على الباور بس واحد وقاسم على الباور جديد تعملها معاملة القوس. طيب حاجة كمان انتجريشن سيك باور 4x 10x. تعالى كده نشوف هنتصرف ازاي. هل انت تعرف تكامل سيك باور 4 10؟ لا انت بتعرف تكامل سيك 10 ماشي. تعالى كده نحط لها برضو زاويه عشان نسخن الامور. طيب سيك باور 4 10 انت بتعرف تكامل السيك 10، انما سيك باور 4 10 انت بتعرفش تكاملها، بتعرفش تكامل سيك باور 4 10 دي غريبه. طب هقوم يا جماعه نفكر ازاي الفكره الجديده اللي انا اديتها لك دي. هتروح مثلا تعتبر السيك اكنها موجوده جوه قوس باور 4 كده اهو، سيك 3 اكس اهي موجوده جوه قوس باور 4 سيكتان 3 اكس. طبعا فكره ان انت تعتبرها جوه قوس مش غلط، احنا قلناها قبل كده انك لما تلاقي الداله المثلثيه عليها باور اكنها يا جماعه موجوده جوه قوس وسط الباور ده. المهم بعد ما انت دخلتها جوه قوس هل هتقدر تزود على الباور واحد وتقسم على الباور الجديد؟ قال يعني كده استخدمت قاعدة رقم 3 قاعدة تكامل القوس ويبقى خلصنا. طب مشكلة ان تفاضل السك ما هوش بتاع تفاضل السك يا جماعة بسك تان، تفاضل السك بسك تان مش بتاع. طب اعمل ايه؟ حد عارف؟ ممكن اعمل حركه بره بس ممكن سيك اس 4 ممكن يخليها سيك اس 3 وسيك لوحدها بس كده بالظبط يا رجاله. يبقى انا هنا مزنوق في سيك عشان يبقى تفاضل السيك بسكتان. طب ما انت بدل ما ده يبقى اس 4 ما تخليه اس 3 وخد منه سكايه حطها هنا، فكده اصبح تفاضل السيك بسكتان موجود اهو. خلي بالك فاضل له حاجه صغيره لان تفاضل السيك 3 اكس
بثلاثة سيك ثلاثة إكس تان ثلاثة إكس تفاضل الزاوية. فانت هنا محتاج ثلاثة وفاقوم بره قاسم لك على ثلاثة على طول. يبقى يا جماعة تفاضل ما بداخل القوس اهو اهو موجود فعلا. وبالتالي مسألتك خلصت بقاعدة رقم ثلاثة، ازاي كامل قوس بتزود على البار واحد وتقسم على البار الجديد، يبقى تول سيك ثلاثة إكس بار أربعة على الأربعة طبعا بلس كونستانت انتجريشن لأنه تكامل غير محدد. طيب المفروض يا باشمهندس الثلاثه اللي مضروبه فيهم في السك وفي التندت كلهم هما الاثنين مش للسك بس صح؟ ما هو السك 3 اكس بتبقى 3 اكس في تفاضل الزاويه. تفاضل الزاويه دي 3 اكس دي بكام؟ ب 3. فهي الثلاثه دي بتاعتهم هما الاثنين. تمام شكرا. انا قصدي تفاضل الزاويه الاصليه، انا مش بفاضل الزاويه دي ومفاضل الزاويه دي، لا تفاضل الزاويه بتاعت السيك نفسها اللي انت بتشتقها. طب دي يا جماعه فكره في الدوال المثلثيه، كنت حابب برضو ان انتم تبقوا عارفين. فحته ان الداله المثلثيه لو مش جايه لك بالفورمولا اللي انت عارفها فدي معناها ان انت تعتبرها جوه قوس بنسبه كبيره، هتلاقي المساله بتتحل بالفكره دي. برضو الدوال المثلثيه فيها فكره مشهوره قوي بتقول ايه؟ انتجريشن. الو الو هاف كونفيشن ان نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1 نمبر الاول الباقي كويس يعني ما في مشكله. يا انا الديمنشنال في كوس اك كوس كلوز براكت ساين انفرس اك يا ذيس از كونفيوجن. ممكن طب ممكن اشرح لك في اخر السكشن عشان يعني احنا دي قرام دي. اوكي اوكي تمام. طب يا شباب الدوال المثلثيه لسه فيهم فكرتين، يعني في فكره ان انت بتعتبرها انها جوه براكت فكره محترمه وعظيمه قوي، في فكره تانية عظيمه جدا برضه بتقول ايه؟ لو انا عندي دي اكس على واحد رحت فيه على واحد بلس كوزاين 2 اكس كوزاين 2 اكس 3 اكس اي اكس دي اكس على واحد زائد كوزاين 3 اكس. المساله دي مشكلتها ايه؟ خلي بالك المساله دي من الافكار المشهوره. طيب المساله دي يا جماعه مشكلتها ايه؟ مشكلتها انها مش لين، لان انا عندي مقام فتفاضل المقام. والله لو كان موجود في البسط، يعني يا جماعه لو انا كان في البسط كده عندي ساين 3 اكس سيبك من دي اكس ده عشان ما يلخمش الناس، دي اكس ده ما زي ما انتوا عارفين ملوش لازمه. والله لو انا عندي فوق ساين كانت المساله دي خلصت من امبارح، كانت بقت لين، كنت هضرب بس في ناقص 3 واقسم على ناقص 3 عشان تفاضل الكوزاين 3 اكس بناقص 3 ساين 3 اكس وكانت بقت لين وكفى المؤمنين ايه شر القتال. ولكن المشكله ان اللي فوق ده يا جماعه ما فيش ساين، هي مش لين. وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت اوعى تكون مفكر ان انت ينفع تطلع المقام. يا باشمهندس ما طلع المقام عادي، انت لو هتطلع المقام هتطلعه كده باور اللي بيزعل اللي اسمه نيجاتيف 1 هنزعل من بعض لو انت طلعت المقام، لان هيبقى البراكت ببار نيجاتيف 1 فانت مستني نزود على البار واحد ونقسم على البار الجديد مثلا، فواضح ان المساله فيها مشكله. طيب ايه الحل؟ باشمهندس احنا ممكن نعمل بلس ساين 3 اكس فوق ماينس ساين 3 اكس ونقسمها. لا مش هينفع، يعني انت عايز تعمل كده واحد بلس ساين 3 اكس ماينس ساين 3 اكس ونقسمها، يعني تبقى اللي هي الواحد زائد ساين 3 اكس على كده ونقسمها. يعني ما انت لو عملت كده الحته بتاعت الواحد بلس ساين 3 اكس دي ما هتعمل لك مشكله. قول لي ليه؟ لان انت عندك واحد بلس ساين 3 اكس ده ما هوش مشتقه اللي تحت، فانت رجعت في نفس الدوامه مشتقة اللي تحت ب 3 ساين 3 اكس، يعني يعني شايف الواحد ده ازم ده ايه ده بيعمل ايه هنا ده. فللاسف هيحصل مشكله لو انت فكرت برضو بالطريقه دي.
اي نعم هو الجزء الثاني اللي انت قسمته ده هيتحل بلين، ولكن الجزء الاولاني ده ما احنا هنحتاس فيه اهو. الواحد ده بيعمل ايه؟ هتبقى سكة يا باشمهندس. بايه؟ هتبقى سكة. وايه اللي سكة؟ واحد على كوزاين. واحد على كوزاين هيبقى سكة. ده الكوزاين لما تبقى لوحدها هي هندسة. يعني بص برضو حلو برضو كويس ان انت لفت نظرنا. بص هندسة. نرجع بقى المسألة من اصلها. لو انت فكرت تقلب الكوزاين دي بسك مش هينفع. عارف مش هينفع ليه؟ عشان هي مش واحد على كوزاين، هي واحد على واحد بلس كوزاين. فانت فكرة ان انت تقول سك دي لو انت لو هي كوزاين كده بس مش مجموعة ولا مطروح منها حاجة، فمقلوبت الكوزاين بسك بدل يعني بيقولوا بدل ما تطلعها كوزاين ماينس 1 كده هو، فاقول ان مقلوب الكوزاين بسك. ولكن هل انت ينفع تطلع الكوزاين دي اصلا بكوزاين باور نيجاتيف 1؟ ما ينفعش، عشان هي مش لوحدها، وبالتالي ما ينفعش تقول عليها سك. وبالتالي ما ينفعش تقول عليها سك. يعني هل انت لو عندك كده واحد على واحد زائد اكس سكوير ينفع تطلع الاكس سكوير ده فوق باكس اس ناقص 2؟ لا ما ينفعش. مقام كله يطلع المقام كله كده نعيش عيشه فل، يا ما ينفعش بقى يطلع المقام كله واحد زائد اكس سكوير جوه قوس اس ناقص 1 يا ما تطلعوش. فانت الكوزاين دي مش لوحدها عشان تقوم قلبها لوحدها وتقول عليها سك، دي جنبها واحد، فللاسف مش هينفع تقول سك. الحل ايه بقى يا شباب؟ الحل ان احنا نخلص من المقام ده. اخلص منه ازاي؟ طيب الفكره اللي قالها الباشمهندس من شويه ان انا اقلب الكوزاين واخليها سك، الحقيقه الفكره دي عجباني، بس زي ما قلت له مشكلتك ان المقام مش حاجه سنجل، مش كوزاين كده بس فاقوم اطلعه بسك. فانا هحاول اوصل للباشمهندس ده قال له، هحاول اعمل حاجه في المقام اظبطه واخليها شبه للباشمهندس ده. هو انا يا جماعه لو المقام بتاعي واحد ناقص كوزاين تربيع، فانت ساعتها ممكن تشيل واحد ناقص كوزاين تربيع وتحط مكانها ايه؟ حد عارف؟ كوزاين تربيع. كوزاين تربيع. فساعتها المقام هيبقى عباره عن حاجه واحده اسمها ساين تربيع، اللي هي ممكن ساعتها تقلبها بكوزيك تربيع، فساعتها يبقى خلصت من المقام الممل ده. يبقى انا يا جماعه لو خليت المقام بتاعي واحد ناقص كوزاين تربيع هقدر اشيلها واكتب مكانها ساين تربيع. طيب ايه فايده ان انت هتخليها بساين تربيع؟ الساين تربيع هتقلبها بكوزيك تربيع، مش هيبقى في غيرها في المقام فهتقلبها بكوزيك تربيع. طب قول لنا بقى يا عم الساحر، اصلا المقام بتاعك واحد زائد كوزاين، ازاي هتخليه واحد ناقص كوزاين تربيع؟ هضرب في المرافق. يعني هضرب يا جماعه في حاجه اسمها المرافق. ايه المرافق ده؟ نفس الشكل ده بس غير الاشاره كده. بص هندسه، لو انت عموما عندك حاجه زي كده واحد زائد اكس وضربتها في المرافق بتاعها، يعني ايه مرافق؟ كلمه مرافق او كونجكت اللي انا بقولها دي معناها ان انت تضرب في نفس الشكل بس تغير اشاره اللي في النص. لما تيجي تضرب اي حاجه اي حاجه في المرافق بتاعها الاجابه بتبقى كده واحد ماينس اكس سكوير، اكنك بتضرب الاول في الاول والثاني في الثاني، لانك لو ضربت الاكس في الواحد والواحد في ناقص اكس الاثنين هيكنسلوا بعض اصلا. فعموما لما تضرب اي شكل في المرافق بتاعه بيبقى نتيجه الضرب كده، او اكنك بتضرب الاول في الاول والثاني في الثاني. فانا بقول ايه؟ ما تيجوا يا جماعه نضرب ده في المرافق بتاعه. ليه؟ عشان ده يبقى واحد ناقص كوزاين سكوير. طب ثانيه بقى، هو انت مش السكشن اللي فات اللي قبليه قلت لنا ما ينفعش تضرب غير في رقم وتقسم عليه؟ طب ما انت بتعمل عكس اللي بتقوله. يعني انا يا جماعه فعلا قلت لكم المره اللي فاتت ايه؟ ما ينفعش تضرب في اكس تقسم على اكس بره، مش انا قلت كده؟ اه قلت كده. طب ما انت بتعمل عكس كده دلوقتي اهو، ما انت بتضرب في حاجه فيها اكس اهي. طب بص يا جماعه، انا فعلا بضرب في حاجه فيها اكس ولكن مش بخرج حاجه بره، يعني هضرب فوق وتحت في واحد ناقص كوزين 3 اكس، مش بخرج حاجه بره التكامل. يعني انت عادي ان انت تضرب في اكس وتقسم على اكس بس جوه التكامل، ما تخرجليش حاجه بره. وساعتها لازم يكون كل اكس جوه ليها معنى. يعني ايه جوه؟ يعني كل اكس جوه يبقى ليها معنى. يعني معلش ما يبقاش في مساله كده تقوم انت تقول لي ايه ده، ده ناقصها اكس. طب ما انا هضرب في اكس واقسم على اكس، ف
فبقى تفاضل ال 2 اكس سكوير موجود بره اهو. طب والاكس اللي تحت دي تعمل ايه؟ لو انت ما عرفتش ترد عليا يبقى المساله دي انت كده مش هتعرف تحلها. لو لقيت مبرر للاكس اللي تحت ده او لقيت له وظيفه في التكامل يبقى هتعرف تحلها. فيا جماعه عادي ان تضرب في اكس وتقسم عليه، بس بعد اذنكم ما تطلعوش بره التكامل، لازم يكون جوه التكامل وليه وظيفه. يعني ايه ليه وظيفه؟ يعني دلوقتي لو ده تكامل كو تفاضل 2 اكس سكوير باكس اهو اللي تحت ده بقى انت عايزه في حاجه؟ لا، بسبب رخامته مش هتعرف تخلص التكامل. ده بيعمل ايه هنا؟ ده مش هينفع تزود على البار واحد وتقسم على البار جديد. فانت عادي جدا ان انت تقسم تضرب في اكس وتقسم على اكس، بس يكونوا جوه التكامل وكل واحد منهم ليه معنى. طيب انا ضربت يا جماعه في واحد ماينس كوزين، وزي ما هعمل تحت بعمل فوق، زي ما اضرب في 4 بقسم على 4، زي ما بضرب في اي حاجه بقسم. عملت ليه كده تاني؟ افكركم عشان لما ده اضربه في الكونجيجيت بتاعه هيبقى واحد ماينس كوزين سكوير. اللي هتعرف تشيله وتحط مكانه ساين سكوير، فساعتها المقام بتاعك هيبقى ساين سكوير، فتقدر تقلبه بكوزيك سكوير. فالله هيحصل او ممكن او مش مو... مش كده هنوزع يا باشمهندس، مش هيبقى سيك سكوير، هنوزع المقام على البسط. انت ان انت توزع تقلبه فوق بكوزيك سكوير وتبقى بتضرب الكوزيك سكوير في البسط كله، هي نفس الفكره، بس فكره التوزيع تبقى اسهل يعني واحسن. انا كده كده هقول لهم فكره التوزيع يعني. فدلوقتي يا جماعه اللي تحت ده هيبقى واحد في واحد، بواحد كوزين في كوزين بكوزين تربيع، وفوق هيبقى عندك واحد ماينس كوزين 3 اكس، اللي هي واحد ناقص كوزين 3 اكس مضروبه في واحد. طيب فدلوقتي اللي تحت ده الواحد ماينس كوزين سكوير اللي هو مين؟ اللي هو ساين سكوير. كاتبه كده ساين سكوير. جميل جدا، بقى ساين سكوير. فدلوقتي المقام بقى سنجل، والمقام لما يبقى سنجل قلناها في يعني قلناها في التفاضل وبنقولها تاني في التكامل، ممكن توزع البسط على المقام، فتبقى دي واحد على ساين سكوير. انما طبعا بالشكل اللي كان موجود في الاول ده هتوزع مين على مين؟ فكده المقام سنجل، وزع بسطك على مقامك، فيبقى واحد على ساين سكوير ماينس كوزين على ساين سكوير. طبعا كنت ممكن برضو طلعها بكوزيك سكوير ماشي، واضربها في البسط كله عادي برضو، كان الواحد ده كان هيبقى كوزيك سكوير، والكوزين كان هتبقى كوزين في كوزيك سكوير. طيب فدلوقتي يا جماعه بعد موزع هيبقى عندك واحد على ساين سكوير اللي هي كوزيك سكوير، كوزيك مقلوبة الساين. طب كوزين على ساين، يعني كوزين على ساين تربيع، دي ممكن تتكتب ازاي؟ اسم يبقاش في مقام، ممكن نعملها كوزيك كوتان بالظبط كده، كوزيك كوتان، كوزين على ساين بكوتان. بس المشكلة هيبقى لك ساين زيادة تحت، اقلبها فوق بكوزيك وحلوا بقى احلى مساله. الكوزيك سكوير ده التكامل بتاعه معروف، كلنا المفروض نبقى عارفين ان تكامل الكوزيك سكوير بماينس كوتان، والكوزيك كوتان كلنا عارفين ان تكامل الكوزيك كوتان بماينس كوزيك. فعلى البركه كده التكامل ده ممكن يخلص، بس والنبي يعني ما تنسوش ان تفاضل الزاويه لازم يبقى موجود، فعشان لو مش موجود نبتدي نضرب ونقسم. فتفاضل الزاويه هنا 3 اكس دي ب 3، فهضرب في 3 اقسم على 3، برضو ده هضرب في 3 قسم على 3. سواء الثلاثه دي، الثلاثه دي انت محتاجها يعني هنا عشان يعني تفاضل الزوايا بثلاثه موجوده اهو الحمد لله، فاقدر اخلص التكامل ده، يبقى الثلث ده زياده انزله معايا في قلب النتيجه، والثلاثه ده هنقول له متشكرين، تكامل الكوزيك سكوير بناقص كوتان ماينص كوتان. ممكن سؤال بس معلش؟ ايوه، اصل انا جت في دماغي كده فكره مش عارف اسمها ولا غلط. إيه فوق خالص ثالث سطر اللي هو واحد ناقص كوزين 3 اكس على واحد ناقص كوزين تربيع 3 اكس، تمام؟ لو انا كنت عملت كوزين 2 اكس اللي تحت في المقام دي، عملتها كوزين وكوزين، مش ممكن انا كنت طاير البسط مع البسط هيبقى لي حاجه واحده اللي هي 1 بلس 1 ماينس كوزين 3 اكس اللي انت حضرتك كنت عايز توصلها من الاول، ولا ايه؟ طاير ايه مع ايه؟ يعني لا لا يا اخي
يعني خليها كوزين في كوزين يا باشمهندس. بس هو كان بيفكر ان هو ياخد كوزين واحدة برة ويتفضله مثلا ويقسم الباكت، يعني يبقى معاه باكت يقسم على باكت، بس هي مش هتبقى كده خالص. بص انت عايز تعمل كده على واحد ناقص كوزين في كوزين تاني ويطير باكت مع باكت. هو مش هين عشان ما انا بقوله كده كوزين معنا فيه معك يعني ما ينفعش عندك مثلا واحد ناقص اكس طيرها مع واحد ناقص اكس سكوير بفكرة ان انت تفتكر ان الاكس ده هو اكس في اكس كده. ما ينفعش. لو تعرف بس ساعتها تاخد الاكس ده عامل مشترك هنا بره. لو تعرف توصل للشكل ده ان الاكس تاخده عامل مشترك فيبقى واحد ناقص اكس. الواحد ناقص اكس ده يطير مع الواحد ناقص اكس ده. انما دي واحد ماينس اكس سكوير اللي انت عايز تعمله ده واحد ستيل حتى لو انت مخليه اكس في اكس هو لسه واحد ناقص اكس سكوير مش 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 زي اللي فوق ولا حاجه ماشي. فما ينفعش لا ما ينفعش الحته دي. تمام عايز بس مهندس عندي مساله بس ممكن اقول لحضرتك. طب لما نحل مسائلنا اللي انا محضرها اصلا هي في التريك برضو بس ماشي تمام ماشي. فالانتجريشن الكوزيك سكوير بماينس كوتين انتجريشن الكوزيك كوتين بماينس كوزيك وتفاضل الزاويه الحمد لله موجوده اهو بقى تنزل التلت انتجريشن الكوزيك كوتين بماينس كوزيك فيخلي ده بوستر كوزيك 3 اكس بس طبعا تكون سنتيمتر. المساله عارف انها يعني ممكن تكون المساله رخمه شويه زي ما بقول لكم دي تعتبر من المسائل المشهوره ما ينفعش ان انت مثلا ما تعديها كده. فالفكره بتاعتها ان انت بس تخلي اللي تحت ده واحد ناقص كوزين سكوير. والله لو هو واحد ماينس كوزين اصلا تضرب في واحد زائد كوزين فوق وتحت. لو هو واحد زائد كوزين هتضرب في واحد ناقص كوزين فوق وتحت. حيث اللي تحت ده يبقى واحد ناقص كوزين سكوير فتحوله لساين سكوير فتقسم مسالتك عليه وبالتالي ساعتها تلاقي مسالتك اسهل. دي برضو من الافكار يعني المهمه يعني تاريخها. حتى عنده بس اللي هي قبل الاخيره دي يعني اللي هي مضروبه في الزاويه في تفاضل الزاويه. ازاي ضربت فيها وقسمت على 3 يعني الثلاثة والثلث وكام ما هو انت عندك عشان الكوزيك سكوير احنا بنعرف نكملها بماينس كوتان واحنا قايلين عشان نكمل اي داله مثلثيه لازم يكون تفاضل الزاويه موجود بره فالزاويه اسمها 3 اكس تفاضل ال 3 اكس بكام؟ ب 3 فعشان كده قمت ضارب في 3 وقاسم على 3 وهنا بالظبط نفس الكلام انتجريشن الكوزيك كوتان بماينس كوزيك بس لازم يكون تفاضل الزاويه بره. طب هي الزاويه اسمها ايه؟ اسمها 3 اكس تفاضلها بكام؟ ب 3 فبرضه نفس القصه قمت جنبيها هنا ضارب في 3 وقاسم على 3 فال 3 دي هي تفاضل الزاويه الحمد لله موجود فتقدر تكامل الكوزيك سكوير كامل الكوزيك سكوير بماينس كوتان. طب والتلت ده زياده انزل معانا انما الثلاثه ده شكرا ده شرط ان انت تعرف تعمل التكامل فلو موجود قلنا ان احنا بنحذفه ونقول له شكرا ونكمل. نفس الكلام هنا انتجريشن الكوزيك كوتان بماينس كوزيك بس لازم يكون تفاضل الزاويه موجود بار اللي هو بثلاثه فلو موجود هتقول له متشكرين وكامل الكوزيك كوتان بماينس كوزيك بماينس كوزيك عشان كده الماينس ده بقى بوست كوزيك وفي هنا تلت زياده ينزل معاه. في فكره كمان الدوال المثلثيه كده يبقى اخذنا فكرتها خالص كوزين سكوير 4 نفس الفكره ممكن تيجي على الساين ممكن تجي لك مسألة كوزين أو ساين أي إكس بقى 4 إكس أي حاجة. طيب فكرة مسائل الكوزين سكوير أو الساين سكوير يبقى إحنا يا جماعة شفنا الدوال المثلثية أول فكرة فكرة إن أنت تعتبر إن الباور إنها يعني جوه براكت وتفاضل ما بداخل براكت بره زود على الباور واحد واقسم على الباور جديد. تاني فكرة فكرة الكونجيت قصة إن أنت تضرب في المرافق عشان تخلص من المقام اللي فيه واحد زائد كوزين أو واحد ناقص كوزين. او واحد زائد ساين او واحد ناقص ساين يعني يا جماعه نفس الكلام
لو المسألة دي جاية لك واحد زائد ساين تلاتة إكس كده هو، ما انت هتعمل نفس القصة، هتضرب في واحد ناقص ساين تلاتة إكس فوق وتحت، بحيث ده يبقى واحد ناقص ساين سكوير اللي هتشيله وتحط مكانه كوزاين سكوير. فشوفنا فكرة الكونجيجيت، ودي آخر فكرة من الأفكار الصعبة في تريك فانكشن. وبعدين حتى لو كانت تان، ممكن تكون تان وسكة، ممكن تكون تان مع سك، وممكن تكون كوزيك مع كوت. هي مشكلة التان ان القانون بتاع التان بيقولك ان واحد زائد تان سكوير بيساوي سيك سكوير، فوالله لو ده تان وانت ضربت في الكونجيجيت هيبقى ده واحد ناقص تان سكوير، طب ما هو واحد ناقص تان سكوير مش بيسيك سكوير ولا حاجة، فاهم؟ فحتة التان دي بصراحة لا، يعني ما تنفعش فكرة الكونجيجيت مع التان. ماشي تمام. طب الفكره الاخيره بقى كوزاين سكوير او ساين سكوير، مسالتين دول مشكلتك ايه؟ ان الكوزاين سكوير دي يا جماعه ما هيش حاجه انت حافظها، يعني انت حافظ ان تكامل الكوزاين بالساين، انما تكامل الكوزاين سكوير انا ما اديتهولكش تعرفوش. طب لو اعتبرت ان الكوزاين موجود جوه براكت كده بوريتين، ما انت مش هتعرف تكمل. ليه؟ طب الانجل فاضل ما بداخل القوس مش بره اصلا، فمش هتعرف تزود على الباور واحد وتقسم على الباور الجديد ولا حاجه. طب دي فكره الكونجيجيت. كونجيجيت ايه يا عمنا؟ هو في مقام اصلا؟ طب ما دي فكره ايه؟ تعال نقول لك ده فكره ايه. طبعا قلنا ان قوانين ضعف الزاويه مهمه. قوانين ضعف الزاويه بتاعت الكوزين يا جماعه كانت بتقول ايه؟ كان ليه ثلاث قوانين ده، منهم قانونين كانوا بيقولوا، منهم قانون قلته للبشمهندس من شويه ان كوزين 2 اكس كوزين سكوير اكس ناقص ساين سكوير اكس، وليهم قانونين تاني اللي هو 2 كوزين سكوير اكس ماينس 1 او 1 ماينس 2 ساين سكوير اكس ماينس 2 ساين سكوير اكس. فدي كده قوانين ضعف الزاويه بتاعه الكوزين. طيب ايه لازمه القوانين دي هنا؟ هقول لك ايه لازمتها. الحقيقه القوانين دي مهمه في مسائل الكوزاين سكوير او الساين سكوير، وزمايلكم في ماستو بنقعد نفكرهم بالمساله دي لانها بيقابلوها كتير في الدبل انتجريشن. فانا عايزك بس تبقى عارف قوانين ضعف الزاويه كويس، خصوصا القانونين دول لانهم مفتاح لحل المساله دي. انا عندي دلوقتي انتجريشن كوزاين سكوير، طب ما انت هندسه بالقانون ده عارف ان الكوزاين سكوير من هنا ممكن تتشال وتعوض عنها بدلالة الكوزاين، بس لو الانجل اكس هتبقى الانجل 2 اكس بس. فساعتها بدل ما الكوزاين سكوير عامله لك مشكله وعامله لك قلق، طب ما انت ممكن تشيلها بالقانون ده وتحط مكانها الكوزاين عادي من غير سكوير ولا حاجه اهي، وبتعرف تكملها. بس الفكره ان الزاويه بتاعتها لو هي اكس هتخلي الزاويه الكوزاين العاديه دي 2 اكس برضه، مش فاهم. بص يا عم، جد عندك مسالتك بتقول لك كوزاين سكوير 4 اكس، فانا هكتب لك فانا عايزك بس من القانون ده تخلي الكوزاين سكوير في طرف لوحدها، يعني ودي الماينس واحد ده الناحيه الثانيه ببوزيتيف واحد، فيبقى هنا 2 كوزاين سكوير اكس. اقسم على الاثنين اللي جنب الكوزاين سكوير فيبقى نص، او بلاش نص، هتبقى كده 1 زائد كوزاين 2 اكس كل على 2 بتساوي كوزاين سكوير اكس. يبقى من قانون ضعف الزاويه يا جماعه، يعني ايه؟ حاول تخلي الكوزاين سكوير القانون انت حافظه ده، حاول تخلي الكوزاين سكوير في طرف لوحده. حلو، عايز تقول ايه بقى؟ ما هي لو فيها هندسه كوزاين سكوير مضايقك في التكامل، معذب نفسك بيها ليه؟ ما تشيل الكوزاين سكوير دي وحط مكانها الشكل اللطيف ده، الواحد بتعرف تكامله، الكوزاين بتعرف تكامله. نفس الكلام لو انا عندي في قلب الانتجريشن ساين سكوير وقرفاني في حياتي، طب ما هو قانون ضعف الزاويه ده لو انت جبت الساين سكوير بدلاله الكوزاين، ما تشيل الساين سكوير اللي تعبك في حياتك وحطها بدلاله الكوزاين. يعني لو انت ظبطت الشكل ده هتلاقي كده ان 1 ماينس كوزاين 2 اكس على 2 بتساوي ساين سكوير اكس. يعني مش لازم تحفظ الاثنين اللي انا كتبتهم دول، انت ممكن تستنتجهم. يعني انت بس تبقى حافظ اصلا قانون ضعف الزاويه سواء ده او ده، واستنتج او هطلع بقى الكوزاين سكوير او الساين سكوير بدلالته. فالقانون ده بيقول ايه؟
ان لو في كوزاين سكوير تعبني في الانتجريشن هشيله واحط ده، لو في ساين سكوير مزهقني في الانتجريشن هشيله واحط ده، لان الواحد بعرف اعمل له انتجريشن، الكوزاين كلنا بنعرف نعمل لها انتجريشن. فالمساله بتاعتنا يا جماعه اهي كوزاين سكوير 4 اكس هشيله واحط مكانه 1 زائد كوزاين كم اكس، يعني هي اصلا كوزاين سكوير 4 اكس يبقى 6 8 لا 8 8 2 في 8 اكس. كده يا جماعه المساله دي خلصت خلاص، خلاص ما بقاش فيها كلام تاني. يعني الاثنين اللي بره ده الاثنين اللي تحت ده لسه عشان ما يضايقكش خده بره، احنا عارفين اي رقم ممكن تمسكه تضربه بره، هتضربه بره بنص. فعندك جوه الانتجريشن مساله لطيفه بتقول لك 1 زائد كوزاين 8 اكس، فالواحد يا جماعه تكامله في اكس. طب والكوزاين تكاملها بساين، بس خلي بالك محتاج تضرب في 8 تقسم هنا على 8. فتفاضل الزاويه اللي هي 8 اكس ب 8 موجوده اهي، هنقول لها متشكرين كده انا هقدر اخلص مساله الكوزاين اللي هي بساين. تمام ساين 8 اكس طبعا بلس كونص. طب قلت لي لمس المفروض ان هو بره الانتجريشن ولا ليه برده جوه جنب ال 8؟ بره التمن ده هيتحسب عليك ان هو مضروب في الواحد كمان، فلا خليه جنبيها هنا كده ومش هيأذينا في حاجه. انت لما تخلص الانتجريشن ابقى حطه جنب الساين، حاجه زياده بحطها جنب الساين. انما لو يا شباب لو خرجنا التمن ده بره ما محسوب عليك ان انت ضربه في الواحد، طب انا ليه هضرب الواحد في التمن؟ عشان كده لو لاحظت هتلاقيني ضربت في 8 وقسمت على 8 جنب الكوزاين كده، ماشي؟ حد عنده مشكله في دي؟ ايوه ايه المشكله؟ لو من بدايه كوزين 2 اكس بتساوي 1 ناقص 2 ساين تربيع اكس. بص يا هندسه واحنا ده بقى ما حلناش مساله الساين تربيع، فخلينا في الكوزين تربيع. احنا عندنا اصلا في قانون ضعف زاويه بيقول ايه؟ ان كوزين 2 اكس بيساوي 2 كوزين سكوير اكس ناقص 1، ده المفروض يعني قانون نبقى عارفينه. معلش يا جماعة رد على التليفون بسرعة وجاي. معلش يا شباب بص يا هندسه في قانون اسمه قانون ضعف الزاويه، ده احنا المفروض يعني نبقى عارفينه. بيقول ايه؟ ان كوزاين 2 اكس ب 2 كوزاين سكوير ناقص 1. فانت دلوقتي حاول تجيب الكوزاين سكوير في طرف لوحده، هقول لك ليه، هقول لك هتعمل بيه ايه. فالقانون اللي انت حافظه ده لو انت خليت الكوزاين سكوير في طرف لوحده وتخليها ازاي كده، شايف الماينس 1 ده وديه الناحيه الثانيه ببلس 1 بزائد 1، عملت كده. شايف الاثنين اللي جنب الكوزاين سكوير بتاعتك دي، شيل اقسم عليها، يعني يبقى الكوزاين سكوير بواحد زائد كوزاين 2 اكس على الاثنين. ايه ده بقى؟ انا بقى بقول لك لو عندك في مساله الانتجريشن بتاعك جوه الانتجريشن كوزاين سكوير هتبقى عامله لك قلق. ليه؟ ما انت ما تعرفش تكامل الكوزاين سكوير بيساوي ايه اصلا، محدش يعرفها دي. فانا بقول لك ايه، بالقانون الجميل ده ما تشيل الكوزاين سكوير اللي تعباك في حياتك دي وحط مكانها القانون الحلو ده. حلو القانون ده ليه؟ الواحد بعرف اكمله، الكوزاين بعرف اكملها. بس خلي بالك لو الزاويه بتاعتك اكس فالزاويه الجديده اللي في الكوزاين دي بتبقى 2 اكس، تبقى ضعف الزاويه. ما هو اصلا الكلام ده مستنتج من قانون ضعف الزاويه اصلا. فلو الزاويه اكس بتاعت الكوزاين سكوير خلي الزاويه بتاعت الكوزاين ضعفها. فاحنا مسالتنا هندسه كانت بتقول ايه؟ كوزاين سكوير 4 اكس مش عارف اكملها، ولو حطيتها جوه قوس اس 2 تفاضل الكوزاين اللي جوه ما هيش بره، حتى مش عارف تكملها كقوس. فهتروح بقى قانون ضعف الزاويه اللي احنا لسه مستنتجينه انا وانت، هتشيل الكوزاين سكوير 4 اكس، اهي كوزاين سكوير لو هي اللي جواها دي 4 اكس، فساعتها الكوزاين دي هيبقى جواها كام اكس؟ 8 اكس.
ضعفها. فانا كل اللي عملته شلت الكوزين سكوير 4 اكس وحطيت ده اهو الاثنين ده كونستانت مسكت طردته بره بنص، فبقى عندي هنا 1 زائد كوزين 8 اكس كملتها بقى تكامل الواحد باكس، وال8 اكس دي او كوزين 8 اكس ده بساين بس محتاج قبل كده بس تضرب في 8 وتقسم على 8 عشان يبقى تفاضل الزاويه موجود، فيبقى تكامل الكوزين بتمن كوزين 8 اكس. ماشي تمام كده يا باشمهندس. تمام دي كده يا جماعه اعتقد كل افكار التريك فانكشن الثقيله. تعال نخش على حاجه تانية، حكايه اللين برضو ليها حكايه. اكس على اكس تربيع زائد واحد ده تكامله، وانا قلت لكم في التكامل لما تلاقي بسط ومقام ما تستعجلش وتطلع المقام، بص الاول يمكن تطلع لين. فالمساله دي فعلا لو انت بصيت هتلاقي ان تفاضل المقام موجود في البسط فعلا اللي هو 2 اكس، ناقصك بس تضرب في 2 وتقسم على 2 اهو، فتفاضل المقام موجود فعلا في البسط يا شباب، فنقدر نقول ان دي لين لين المقام. حبيت بس افكركم باللين قبل ما ناخد المساله الجايه دي. لو عندي بقى انتجريشن للين سكوير اكس على اكس، ايه ده جوه الانتجريشن لين؟ طيب جوه الانتجريشن لين دي يا جماعه اعمل فيها ايه؟ ممكن ناخد اللين على اكس جنبها وتبقى داله في التفاضل بتاعها. بالظبط بالظبط ده اللي هيحصل دلوقتي يا جماعه. على فكره انتوا لما تلاقوا لين جوه الانتجريشن، اللين دي احنا ما نعرفش ازاي نعمل الانتجريشن بتاعها، يعني لو انا عندي لين جوه الانتجريشن انا ما اعرفش اعمل الانتجريشن بتاعها، يمكن احنا قدام هنستخدم حاجه اسمها الانتجريشن باي بارتس تكامل بالتجزيء عشان نعرف نحل اصلا مساله اللين. يعني لو حضرتك جايلك كده مساله لين كده اهو، والله لو عملت ايه ما تعرف تحلها دلوقتي، انت محتاج انتجريشن باي بارتس، انما انت تعرف تخلص المسائل اللي نتيجتها بتطلع لين اللي التكامل بيطلع لين، انما لين جوه التكامل دي تنزل بكارثه. طب ما هي الكارثه يا باشمهندس موجوده اهي اهو. لا ما هي الكارثه هنا مش كارثه، هنا الكارثه دي محلول. ليه بقى؟ زي ما قلت على الساين والكوزين تاني هقول على اللين. لما تلاقي عندك لين ممكن تعتبرها اكنها موجوده جوه براكت، يعني اهي سيبك دلوقتي من واحد على اكس، ده في اكس تحت يا جماعه خرجته كده اهي على جنب كده بواحد على اكس. اللين سكوير دي ممكن تعتبرها اكنها لين اكس الكل باور 2، زي الساين والكوزين لما تلاقي اللين عليها باور فممكن تعتبرها اكنها موجوده جوه براكت قص الباور ده، وبالتالي هنا رول 3 هتطبق. ايه رول 3؟ رول تكامل القوس يا جماعه. لو انا عندي قوس تفاضل ما بداخل القوس بره وهو بره فعلا لان تفاضل لين اكس بواحد على اكس، تعمل ايه؟ هتزود عن تقسم على الباور الجديد. لا قدر الله الاكس ده لو مش موجود اللي هو الواحد على اكس ده مش موجود، لا ده انت كده هتبقى محتاج انتجريشن باي بارتس تكامل بالتجزيء اللي هناخده في بارت 4. طيب فانت دايما لو الانتجريشن اللي انا هديهولك هديك فيه لين هتلاقي على فكره تفاضلها موجود، هتعتبرها كانها جوه قوس والتفاضل ما بداخل القوس هتلاقيه بره، فهتقدر تزود على الباور واحد وتقسم على الباور الجديد. برضو ادي واحده ثانيه شبهها بالظبط اهي، لين اكس على اكس طالما في لين، لين ملهاش تكامل عندنا، انت محتاج تكنيك في انتجريشن الا لو تفاضلها موجود. يعني هتقوم عامل كده هتقول لنفسك لو انا اعتبرت ان اللين موجوده جوه قوس اس واحد، هي طبعا معلهاش باور يعتبر واحد، يعني لو انا قلت ان اللين موجوده جوه قوس اس واحد هل تفاضل اللين اللي جوه دي موجود بره؟ لو الحمد لله، لا يبقى انت في حاجه، يعني حاجه انت لسه هتدرسها قدام. فطالما يبقى هتزود على الباور واحد تقسم على الباور دي. فيها مشكله الفكره دي؟ شبه بتاعه الساين والكوزاين لما يبقى في باور انت بتعتبرها جوه براكت وتفاضل ما بداخل البراكت بره، فيها مشكله دي؟ عشان هدي واحده اتقل شويه
لو عندي كده بقى واحد على اكس لين اكس، فهنا يا جماعه فهنا اللين لو انت حابب تطلعها جوه قوس هتبقى لين اكس باور نيجاتيف 1، يعني اللين لو هتحطها جوه قوس مش هينفع تحطها في المقام كده، هتطلعها فوق في البسط اس ناقص 1. طب ده ينفع؟ ده ينفع ان يعني انت تطلع اللين جوه قوس اس ناقص 1. ليه اس ناقص 1 يا جماعه؟ لان هي في المقام، فلو هتطلعها فوق كبراكت عشان تستخدم قاعده البراكت لازم تطلعها فوق، فلو طلعتها فوق بالوضع ده هتطلع جوه قوس اس ناقص 1. وانا محذر من الحته دي، قلت لو في قوس اس ناقص 1 ناوي تطلعوني بلاش احسن، سيبها تحت احلى شكلها احلى. انما يا جماعه لو هي كانت لين سكوير كده طلعها فوق بلين اس ناقص 2، فهتبقى لين جوه قوس اس ناقص 2 وتفاضل اللين بره اهو بواحد على اكس، زود يا عم على الباور واحد واقسم على الباور جديد. انما مشكلتي انها لين. طيب مشكلتي انها لين، فمش هينفع تطلع فوق في المقام بقوس اس ناقص 1. اما اعمل ايه؟ حد عارف؟ نطلع الاكس فوقها مش مهندس بعد على اكس بس كده. بس كده بص يا جماعه هتبقى لين ابسوليوت لين اكس بالظبط. الاكس اللي تحت دي اعتبرها كانها فوق بواحد على اكس، وتحت هيبقى عندك لين اكس. اللين ما ينفعش اطلعها فوق كقوس اس ناقص 1. على طول تفتكر ان لو عندي مقام وبسط مشتقه المقام لو موجوده في البسط يبقى لين المقام، على طول افتكر الحته دي. يعني لما تيجي تطلع قوس اس ناقص 1 وتسرعت وعملت كده، لا مش هتطلعها بماينس 1، خليها في المقام ان شاء الله هتلاقي تفاضل المقام موجود في البسط. فانت فعلا اللين اكس دي تفاضلها في البسط ولا لا؟ تفاضلها في البسط يا جماعه. ولما الاقي مساله تكامل تفاضل المقام موجود في البسط يبقى اجابه التكامل لين المقام. هتبقى لين اللين لين ماشي. فانما لو هي ممكن بس ازاي رفعنا الاكس فوق؟ لا عادي، ما هو الاكس يعني انا رفعتها فوق باكس اس ناقص 1. في مشكله لو كتبتها اكس اس ناقص 1؟ مفيش مشكله طبعا، مفيش مشكله. فتفاضل لين اكس بواحد على اكس مع الواحد على اكس اللي هو يعتبر اكس اس ناقص 1، مع الواحد على اكس اللي هي اكس اس ناقص 1 اصلا. فتفاضل المقام موجود في البسط يبقى لين المقام ماشي. انما يا جماعه لو هي في الاساس لين سكوير دي طلعها فوق باس ناقص 2 كبراكت، هتلاقي تفاضل ما بداخل البراكت بره، زود على الباور واحد واقسم على الباور الجديد. دي تتحل كده. انما لين كده لا، مش هينفع تطلعها كبراكت باور نيجاتيف 1، اوعى تعمل كده، سيبها تحت، تلاقي تفاضل المقام موجود في البسط. يبقى يا جماعه هنا الاجابه لين المقام. فيها مشكله الفكره دي؟ ده بالنسبه للين. يبقى احنا شفنا افكار التريك فانكشن، شفنا افكار اللين، هنشوف دلوقتي فكره الاكسبوننشال. في فكره برضو في الاكسبوننشال مشهوره كده الدكتور ادالك في المحاضره. معلش يعني هو سيكشن المسائل النفخ، بس هي فعلا مسائل يعني لو عرفتوها تبقى عمد. طيب دي اكس على واحد بلس اكسبوننشال اكس. المساله دي يا جماعه مشكلتها ايه؟ هل تفاضل المقام موجود في البسط؟ انت تعرف لو تفاضل المقام موجود في البسط كنت قلت لك ايه؟ للنايه، يبقى لين المقام وشكرا. يعني يا جماعه مثلا لو المقام لو البسط كان فيه اي باور اكس كده يا سلام، كانت يعني تبقى اجمل مساله شفتها في حياتي. تفاضل المقام موجود في البسط اهو، اي باور اكس باي باور اكس لين المقام وشكرا. انما المشكله انها كده. طيب هطلع اللي تحت ده بقص، يطلع بقص اس ناقص 1، هنزعل مع بعض مش هينفع. طيب اعمل ايه؟ اضرب في المرافق، يعني حاسسها كده شبه بتاعه الساين والكوزاين. ما انت الساين والكوزاين بتضرب في المرافق عشان اللي تحت يبقى 1 ناقص كوزاين سكوير، فتشيلها وتحط ساين سكوير فيبقى المقام حاجه سنجل. انما هنا
تضرب في المرافق ليه؟ يعني عايز ليه تضرب في واحد ناقص اي بار اكس؟ هتديك واحد ناقص اي بار ناقص، هتديك واحد ناقص اي بار 2 اكس. استفدت انا ايه يعني؟ اضرب في المرافق، اضرب في المرافق ليه؟ طيب ايه الحل؟ هقول لك ايه الحل. طيب اجمع ايه اس بار اكس؟ اضرب في ايه؟ ممكن اجمع فوق اضرب في قصر المقام ايه اس اكس؟ اي اس ناقص اكس. لا لا هجمع اي اس بار اكس ناقص اي اس بار اكس. لا لا ما انت لو جمعت اي بار اكس لا البشمهندس برضو بيتكلم صح. هتيجي معايا هتيجي معايا واحده، لان واحده تديني بواحده تطلع لي اكس. ممتاز يا باشمهندس ممتاز. طيب هنقول الفكرتين. الفكره الاولى في زميلكو قالها برضو في النص، انا سمعته بيقول لي ما تضرب في اي اس ناقص اكس تحت وفوق. ليه؟ ليه بيقول لك عشان اطير ده اي بار اكس ده مش امشيه اشيله. طيب فهو فعلا لما يعمل كده يا جماعه ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عنده اي بار ناقص اكس، اي بار ناقص اكس في واحد باي بار ناقص اكس، اي بار ناقص اكس في اي بار اكس بواحد، هيكنسلوا بعض اللي هيبقى اي بار زيرو لو جمعت الاسر هي بواحد، وفوق هيبقى عندي اي بار ناقص اكس. كده اقدر اقول له الله ينور عليك. ليه؟ خلص تفاضل المقام يا جماعه دلوقتي ماله؟ الاي بار ناقص اكس بالظبط، تفاضل اي بار ناقص اكس بناقص اي بار ناقص اكس، تفاضل اي نفسها في تفاضل الماينس اكس اللي هي بماينس واحد اللي هي بماينس واحد. فانت تفاضل المقام فعلا موجود في البسط بس فاضل له اشاره. يبقى الكلام ده بلين المقام. لين المقام ماشي. فدي برضو من الافكار المشهور اللي هي من الافكار اللي لما انت تشوفها تبقى المفروض تبقى عارف حلها على طول، من الافكار اللي محتاج نضرب في الاشاره ولا بنسيب الاشاره زي ما هي؟ بنغير اشارتي. لا بنغير الاشاره، يعني لو هو اي بار اكس بتضرب في اي بار ناقص اكس. تمام. لو هي مثلا يا جماعه اصلا اي بار ناقص 2 اكس مثلا، كانت المساله كده يعني نشيل دي كده ونحل دي، يبقى ساعتها انت محتاج تضرب في اي باور كام عشان تكنسله؟ في اي باور 2 اكس بالظبط كده. ساعتها برضو هتلاقي المساله دي اتحلت، يبقى ساعتها الانتجريشن اهو يبقى عبارة عن اي بار 2 اكس واحد في اي بار 2 اكس، اي بار 2 اكس في اي بار ناقص 2 اكس بواحد، وفوق هيبقى عندك اي بار 2 اكس. فساعتها برضو هتلاقي تفاضل المقام موجود في البسط بس فاضل له 2، تفاضل اي بار 2 اكس هو نفسه بس في 2 اكس تفاضلها ب 2، فساعتها برضو هتقول تفاضل المقام موجود في البسط فيبقى لين المقام. دي من الفكرة اللي اتحط عليها برضو مليون خط. هي الحقيقه الافكار المشهوره اللي بقولها دي مش هتعرفها الا لو اتحلت قصادك قبل كده، يعني اي باور 2 اكس او الفكره دي تحديدا برضو من افكار فعلا صعب الواحد يعرفها الا لو قبل كده او لو هو بقى فكر وجابها. في زمننا يقول ليها حل تاني، الحقيقه ليها حل تاني، الاول قلت له لا بس هي فعلا ليها حل تاني. ايه هي؟ بص الراجل ده فكر ازاي. قال انا هخلي البسط شبه المقام. تعمل ايه يعني يا عمنا؟ همسك الواحد اللي فوق ازود عليه اي ناقص 2 اكس واطرح منه اي اس ناقص 2 اكس. يبقى مسك الواحد اللي في البسط يا جماعه زوده نقص. فقلت له ليه هندسه؟ قال لي عشان اقوم مقسم. في التقسيمه بتاعت اويلر كده هيعمل شبه. عامل كده ويقوم يا جماعه مقسم التكامل اللي جوه الحاجتين. ده شبه ده فيبقوا بواحد. ماينس اي باور ناقص 2 اكس على 1 زائد اي باور ناقص 2. الراجل ده فكرته برضو حلو لان كده برضو مساله خلصت. تكامل الواحد ده باكس ماينس الحته دي خلصانه برضو لان تفاضل المقام موجود في البسط فعلا. تفاضل المقام اي باور ناقص 2 اكس باي باور ناقص 2 اكس بس فاضل لها سالب 2. هضرب هنا في سالب 2 واقسم جنبها هنا على سالب 2 فده هيبقى زائد عشان انت قاسم على سالب. قسمت على سالب 2 فاصبح تفاضل المقام موجود اهو في البسط يبقى لين المقام، يبقى زائد نص لين المقام. برضو فكره مظبوطه.
شوفوا انتوا الاسهل هتبقى ناقص نص لا 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 صح صح حضرتك صح مشكله معانا اكس زياده يا باشمهندس انت قصدك ان الحل ده غير الحل ده اه ما في اكس زياده فوق ما كانش في اكس وتحت في اكس هو ده اكسبوننشال 2 اكس ده اكسبوننشال ماينص 2 اكس اه تمام ممكن بشويه اختصارات كده نثبت في الاخر ان ده هو ده يعني بس هو الحلين اكيد زي بعض يعني ما تقلقش يعني الحلين فعلا زي بعض يا باشمهندس احنا كنا واخدين نفس المثال ده بس في الليميت بس كان بالاكس مش بالاي او 6 اه بالظبط كنا واخدين حاجه شبه الفكره دي بس في الليميت اه فعلا هو زمان فكر اللي احنا هنقص في نفس الوقت اه فزميلنا فكر في الفكره دي عشان يحل بيها مساله انتجريشن يعني هو راجل لماح الحقيقه ممتاز يعني ف بس هي الحته الاشهر انه بيقوموا ضاربين في ايه في الحاجه اللي الكنسل ده برضو في الواحد زائد الكوزاين برضو ضربنا في الحاجه اللي الكنسل الكوزاين بس ضربنا ساعتها في الكونجكت ان هي ما فيش حاجه الكنسل الكوزاين فضربنا ساعتها في الكونجكت اللي هو 1 ناقص كوزاين عشان يبقى 1 ناقص كوزاين سكوير فشيل الكوزاين سكوير 1 ناقص كوزاين سكوير بساين سكوير فهنا مش هنضرب في الكونجكت لان انت لو ضربت في الكونجكت مش هتكنسل دي ولا حاجه فضربنا في الاي باور في الاكس عشان اكنسلها ففعلا لما لقيت نفسي كنسلت الاخ ده لقيت ان الاخ الثاني اللي هو شبهه بس بعكس الباور بتاعه في الاشاره لقيت ان الاخ الثاني ده جميل وعرفت احل بيه دي برضو من افكار يا جماعه اللي تحط عليها نجوم مهمه ولازم تكون اتحلت قصادك قبل كده عشان تعرف تجيب فيها مشكله دي كده بقى لنا مسألة يعني يبقى ايه تمام مسألة او اتنين المسألة اللي بقى لنا فكرتها بعنوان اللونج ديفيجن القسمة المطولة ايه قصة القسمة المطولة دي القسمة المطولة دي يا جماعة هي عملية بتتعمل لما يكون درجة البسط اكبر من او تساوي درجة المقام يعني تلاقي كده جوه الانتجريشن عبارة عن بلينوميال على بلينوميال يعني مش ساينات ولا كوزاينات ولا لينات ولا اكسبوشنات ولا تنات ولا الكلام ده يبقى بلينوميال على بلينوميال يعني ايه كلمه بلينوميال بلينوميال يا جماعه ان ده والف اكس بس ففوق عندي اهو 2 اكس كيوب تحت عندي اكس بلس 1 فده بلينوميال على بلينوميال لو لقيت درجه البسط الباور بتاع البسط يعني اكبر من او يساوي درجه المقام يعني الاثنين ند النت قد بعض بالظبط اكبر منه او بيساويه تبقى ساعتها محتاج تعمل لونج ديفيجن قسمة مطولة تاني طبعا المسألة دي لو انت فكرت فيها مش هتبقى بلين عشان بس ما حدش يقول لك يا باشمهندس ليه ما فكرتش ما انا ما فكرتش يا جماعة عشان مش هتبقى بلين اصلا تفاضل الاكس بواحد طيب فتاني لما تلاقي درجة البسط لمينيتو اكبر من او تساوي حتى درجة المقام اعرف ان انت محتاج لونج ديفيجن اللونج ديفيجن دي بتتعمل ازاي بتاخد البسط بتاعك اللي هو 2 اكس كيوب تعمل الشكل الحلو ده تاخد البسط بتاعك اللي هو 2 اكس كيوب تحطه تحت العلامه دي زي ما انا عامل هناك كده وتقوم قسمه حط هنا قسمه على اكس بلس 1 بتتقسم ازاي بقى بص بقى تتتت معايا اول خطوه بعملها بمسك ال 2 اكس كيوب دي يا جماعه واقوم قاسمها على الاكسين يعني بقسم اكبر باور على اكبر باور 2 اكس تكعيب على اكس تديني 2 اكس تربيع ها يبقى اول خطوه هي بقسم اكبر باور على اكبر باور يعني سيبك من الواحد ده دلوقتي 2 اكس تكعيب على الاكس تدي 2 اكس تربيع بعد كده بتمسك ال 2 اكس تربيع اللي انت لسه كاتبها بخط ايدك وتقوم ضاربها في الاكس زائد 1 فتديك ايه تديك 2 اكس تكعيب زائد 2 اكس تربيع بتقوم طارح دول من بعض تقول كده اللي فوق ناقص اللي تحت 2 اكس تكعيب ناقص 2 اكس تكعيب ربع هوا يعتبر زيرو يعني ناقص 2 اكس تربيع يديك ناقص 2 اكس تربيع هي دي اللونج ديفيجن يبقى تاني يا جماعه اللونج ديفيجن بتتعمل على ثلاث خطوات اول خطوه بتقسم اكبر اس بالمعامل بتاعه يعني بالاثنين كمان ما تنساهاش على اكبر اس بالمعامل بتاعه يعني لو هنا في رقم كنا قسمنا 2 اكس تكعيب على ال 2 اكس مثلا فبتقسم اكبر اس على اكبر اس بالارقام اللي موجوده جنبه
ف2 اكس تكعيب على اكس طلع كام؟ طلع 2 اكس سكوير. تقوم حاططها كده فوق، ادي اول خطوه. تاني خطوه ال2 اكس سكوير اللي انت كتبتها فوق دي بتقوم جاي ضاربها في الاكس زائد 1، ف2 اكس سكوير في اكس هتديك 2 اكس تكعيب، طبيعي انها هتديك نفس الشكل ده، حاجه متوقعينها. 2 اكس سكوير في 1 تديك 2 اكس سكوير. ادي دي تاني خطوه، اول خطوه تقسم، تاني خطوه اللي انت كتبته ترجع تضربه في ده كله الاكس زائد 1. اخر خطوه طرح بقى، تطرح اللي فوق ناقص اللي تحت، 2 اكس تكعيب ناقص 2 اكس تكعيب. ممكن حتى في ناس تقول لك ايه، انا هغير الاشاره، بدل ما تقول لك اطرح هتقول لك هجمع، اغير اشاره اللي تحت وجمع، فده يروح مع ده، وده هيبقى ناقص 2 اكس سكوير هينزل هنا. هل كده اللونج ديفيجن مش محتاجها تاني؟ هي كده خلصت، بس هل اللونج ديفيجن مش محتاجها تاني؟ يعني انت لو كتبت المساله بتاعتك هيبقى ده البسط بتاعك اكس سكوير، والمقام بتاعك هيبقى اكس زائد 1، هل لسه درجه البسط اعلى من المقام؟ البسط يا جماعه اكس سكوير والمقام اكس، لسه درجه البسط اعلى من المقام، فانت محتاج تاني تعمل لونج ديفيجن. تعالوا نعملها كده تاني مره. تعمل ازاي تاني اهو، الناقص 2 اكس سكوير ده هو مقسمه على الاكس، ناقص 2 اكس سكوير على اكس تدي ايه؟ تدي ناقص 2 اكس. قمت كاتب اهو ناقص 2 اكس، بقوم ماسك الناقص 2 اكس اللي انا لسه كاتبه بخط ايدي واقوم ضربه تاني في الاكس بلس 1، فناقص 2 اكس في اكس بناقص 2 اكس تربيع، ناقص 2 اكس في 1 بناقص 2 اكس. بعد كده غير اشارات اللي تحت، ده برضو يبقى موجب، وجمع، هتلاقي ده اختار مع ده وبقى لك موجب 2 اكس. طيب هل لسه محتاج لونج ديفيجن ثالث؟ ليه؟ ان البسط 2 اكس وده بيبقى هو المقام يا جماعه، البسط 2 اكس والمقام اكس لسه درجتهم قد بعض، ند بند قد بعض، يبقى ثاني محتاج لونج ديفيجن. طالما درجه البسط اكبر من او تساوي درجه المقام فانت هتقعد تعمل لونج ديفيجن. طب يلا ثاني كراكيت ثالث مره، بص يا جماعه ثاني اهو، بقسم ال 2 اكس على الاكس ده يدي كام؟ يدي 2. هقوم ماسك ال 2 ده وضربه في الاكس بلس 1، ادي ثاني خطوه. 2 في اكس بلس 1 ب 2 اكس بلس 2. اخر خطوه بغير اشارات اللي تحت واجمع. 2 اكس هيطير مع ال 2 اكس هيبقى لك سالب 2. هل لسه في لونج ديفيجن ثالث؟ لا، ده خلاص ده يعتبر اكس باور 0، مفيش اكسات يعني. بقى درجة البسط أقل من المقام، رفعت الراية خلاص. كده أنت خلصت لونج ديفيجن. يا جماعة اللونج ديفيجن بتتعمل لما يكون درجة البسط أكبر من أو تساوي درجة المقام. فلما عملت أول خطوة في اللونج ديفيجن قسمت 2 اكس كيوب على الإكس 2 اكس سكوير. بترجع تضربها في الإكس بلس 1. وتغير إشاراتك وتجمع. لقيت اللي طلع لي إكس سكوير. فده هو البسط. ده هو المقام. لسه درجة البسط أعلى من المقام، فاضطريت أعمل تاني لونج ديفيجن. فال 2 إكس اللي طلع تاني لسه قد المقام، تاني لونج ديفيجن لحد ما درجة البسط بقت أقل من المقام. بعد ما بتخلص لونج ديفيجن في النهاية بتكتب مسألتك إزاي؟ بص بقى، اللي فوق خالص ده اللي إحنا عاملين نكتب فيه من الصبح ده، ده اسمه خارج الاسم. ده اسمه خارج الاسم. ده يعني اللي بنكتبه في العالي ده اللي فوق ده خالص ده اسمه خارج القسمه، بيكتبه مع نفسه كده اهو. انما ده الرقم اللي اتبقى في الاخر ده اسمه باقي القسم، ده لسه المفروض كان هيتقسم على ده بس احنا رحمناه لانه خلاص مات، قال انا رفعت الرايه، فده الناقص 2 اللي طلع في النهايه ده لسه المفروض مقسوم على الاكس بلس 1. يبقى دي طريقه كتابه المساله بعد ما بتعمل لونج ديفيجن، خارج القسمه اللي فوق ده اكتبه مع نفسه، باقي القسمه ده المفروض لسه مقسوم على الاكس بلس 1 بس احنا وقفنا قسمه ان خلاص درجته بقت اقل من المقام، فالناقص 2 ده مقسوم على الاكس بلس 1. دي يا جماعه طريقه كتابه الانتجريشن بعد اجراء عمليه اللونج ديفيجن. بعد كده الكامل بقى، التكاملات اللي هنا دي كلها سهله، اكس باور 3 على 3 زود على الباور 1 يقسم على الباور الجديد، ال 2 ده هيبقى 2 اكس، حتى دي سهله لان تفاضل المقام اكس ده بواحد، الواحد ده موجود، فالناقص 2 دي زياده نزلها زي ما هي كده ويبقى لين المقام، فتقدر ساعتها تحل المساله بتاعه اللونج ديفيجن. هو بتستخدمه في الحقيقه لما يكون درجه البسط
اعلى من او تساوي درجه المقام. يعني يا جماعه لو سويتها برضو لازم تعمل لونج ديفيجن. ماشي؟ حد مش فاهمها؟ اخر واحده، اخر مساله معانا، مساله جميله دي، يبقى ختامها مسك بقى. اي باور 2 اكس على اي باور اكس زائد 1. طبعا كنت حطيتها فوق مع فكره الاكسبوننشال، كنا حطيناها في الحته دي بس يعني سبتها للاخر لانها محتاجه لونج ديفيجن. طيب دلوقتي يا جماعه المساله دي لين لا ما تخلصش بلين، لان تفاضل المقام ما هوش في الباسط، تفاضل المقام الاي باور اكس باي باور اكس مش باي باور 2 اكس، ده لا تخلص بلين دي. طيب نضرب يعني نخلص من اي باور اكس اللي تحت ده، نضرب في اي باور ناقص اكس. تعالوا نجرب، تعالوا نجرب كده فكره المساله اللي فاتت اللي احنا حليناها، ان احنا قمنا خلصانين من ده ان احنا ضربنا في اي باور ناقص اكس. والله هجرب واشوف. فاللي تحت ده هيبقى 1 زائد اي باور ناقص اكس، طبعا هتضرب فوق برضه في اي بار ناقص اكس، فالاي بار 2 اكس لو ضربتها في اي بار ناقص اكس هتبقى اي بار اكس. انا عملت شبه اللي احنا عملناه من شويه في المساله اللي قبل اللي فات دي. لين برضه لا، تفاضل المقام يا جماعه ما هوش موجود في البسط، برضه مش لين. طيب اعمل ايه؟ بص بقى يا هندسه، الاكسبوننشال زي ما انت شفت كان في فكره، وفكره الحقيقه ممتازه، ان انت بتقوم ضارب في اي بار ناقص، اي بار ناقص عكس ده في الاشاره، تستخلص منه، تحل مسائل كتيره الفكره دي. بس للاسف المساله دي مش عارف احلها، الاي باظت يا جماعه، ولا لين ولا عايزه تطلع اي، ولا فكره الاي حتى نافعه، ان انت تضرب في اي بار نيجاتيف. اعمل ايه؟ خلصنا من اي دي تماما، لما تتزنق قوي مشي الاي دي تمام، مشي الفانكشن دي تماما، قول لي y بيساوي e بار x. تعويض يا جماعه، سبستيوشن، السبستيوشن استخدمناه قبل كده لما في قوس معاصله، ان التفاضل ما بداخل القوس مش بره، فبتمسك اللي جوه القوس وتعمل سبستيوشن. هنستخدمه هنا تاني. ليه استخدمته هنا تاني؟ مساله وقفت تماما. انا الاكسبوننشال يا جماعه ما عنديش افكار ليها تاني على فكره. يعني الاكسبوننشال والله لو مساله شبه كده لين، لو مساله شبه كده هضرب في اي باور ناقص اكس، اكتر من كده مش هعرف اعمل معاك حاجه. خلاص بقى هقوم شايل الاكسبوننشال بقى ومسميه حاجه تانية خالص، واي. ماشي؟ فدي واي باي دي اكس اللي هو التفاضل بيساوي اي باور اكس. يعني دي واي بيساوي اي باور اكس دي اكس. ايه يا باشمهندس اللي انت بتعمله ده؟ افتكروا يا جماعه سبستيوشن، ان انت في التعويض محتاج تخلي ده كله بدلاله الواي حتى الدي اكس، عشان كده فاضلت. نرجع كده للمساله، تعال نشيل بس الدي اكس بعد اذنكم الاول عشان دي بتعمل ازمه. من هنا الدي اكس لو عايز اشيلها احط مكانها ايه؟ احط مكانها دي واي على اكسبوننشال اكس. يبقى الدي اكس لو انت عايز تشيلها يا باشمهندس فعلا، سيبوكم دول من دول دلوقتي جاي لهم في الطريق. الدي اكس يا شباب لو انتوا عايزين تشيلوها شيلوها وحطوا مكانها دي واي على اي بار اكس. شوف العلاقه دي بتقول كده، دي اكس اهو لو عايزها لوحدها دي واي واقسم على اي بار اكس. حلو، تعالى بقى نخلي المساله كلها بدلاله الواي، يعني انت لسه ما خليتهاش بدلاله الواي. الاي بار 2 اكس ده لو انا عايز اخلي اكتبه بدلاله الواي يا جماعه اكتبه ايه؟ هي الواي باي بار اكس، يبقى الاي باور 2 اكس بايه؟ واي باور 2، واي سكوير يعني، صح كده؟ يبقى هنكتب اللي فوق ده واي سكوير، وده واي بلس 1، وده واي، فيبقى اهو واي سكوير تحت ده واي بلس 1، دي هتبقى دي واي على اي باور اكس ده واي. يبقى شلت كل اي باور اكس وكتبت واي، ولو اي باور 2 اكس عادي شيلها وحط واي سكوير، كأنك عملت تربيع للطرفين.
طبعا هتلاقي المفروض يا جماعه في اختصار هنا احنا مش عارف ليه ما بنعملوش ان في واي اهو هيطير مع واي سكوير فهيبقى لك واي يبقى ده واي. ودي المساله اللي عايزين نحلها الجديد الاي بار اكس اتخنقت منه شلته وحطيت واي. فدلوقتي عندي مساله عايز احلها. المساله دي تخلص ازاي يا جماعه؟ دي بخلي بالك مش لين للاسف يعني حتى المساله اللي طلعت مش سهله لان تفاضل المقام مش في الباص مش في واحد. عارف لو ده كان واحد كده لين وخلصنا انما ده واي. هنزود واحد ونقسم واحد ونطرح واحد بالظبط كده. دي فكره يا جماعه قد المقام. وانا لسه قايل لك لو درجه الباص قد المقام او اكبر منه اعمل لونج ديفيجن او زي ما زميلنا قال كده برضو وطلع حل من خارج الصندوق اني على فكره يا باشمهندس لو درجه البسط قد المقام مش لازم اعمل لونج ديفيجن واوجع دماغي بس لو قدها الحركه دي يعملها لو درجه البسط قد المقام بدل ما يعمل بدل ما يعمل لونج ديفيجن ساعات في حركه كده لطيفه بتتعمل اللي هو يقوم مزود واحد ومنقص واحد الفكره اللي كل شويه نشوفها دي ونقوم مقسمين يعني يقول لك بدل صداع اللونج ديفيجن لا نعمل هيقوم مقسمين واي بلس واحد على واي بلس واحد اللي هي واحد ماينس واحد على واي بلس واحد ده كده تكامل الواحد بواي تكامل الواحد على واي بلس واحد بلين واي بلس واحد ما تبقاش تنس طبعا يبقى ما تنساش تشيل الواي وتحط مكانها في الاخر اي بار اكس يعني ده يبقى اي بار اكس وده يبقى برضو اي بار اكس طبعا اللي ما حته ان انت تزود واحد وتنقص واحد لو مش عايز تعملها فمساله الواي على واي بلس واحد ممكن تتحل باللونج ديفيجن زي ما انا عاملها هنا اهي واي على واي بلس واحد بص حلتها ازاي باللونج ديفيجن ادي الواي اللي في البسط وادي الواي بلس واحد اللي في المقام قسمت الواي باكبر باور هنا على واي باكبر باور هنا هي واي على واي ادت واحد وماسك الواحد وضربه في الواي بلس واحد هتديني واي بلس واحد غير اشاراتك وجمع ده هيطير مع ده هيبقى لك ناقص واحد اعمل لونج ديفيجن تاني لا لان درجه البسط بقت اقل من المقام بعد ما بتخلص اللونج ديفيجن بتكتب مسالتك ازاي اللي فوق ده خارج الاسم مع نفسه كده اهو انما ده لسه باقي الاسم المفروض يتقسم على ده هو ماينس واحد على واي بلس تكامل الواحد بواي وده يدي لك في النهايه وما تنساش تبقى تشيل الواي وتحط ايه باي ماشي فالاكسبوننشال لما تعصلك منك كلها خطوه هو كان بس في مساله كان الدكتور شرحها في المحاضره كانت ما كنتش فاهمها خالص اللي هو بيقول لازم أن توصل المقام تفاضل للبسط طب ممكن تملي لي نص المساله لا مش فاكره قوي والله لا بشوف مش شفتش المساله تاني يعني ما لحقتش اصورها مش من السلام بيقول لك في مساله كده في واحد منزلها على الشات بتاع ميتنج بيقول لك فايند بوينت تانجنت اند هوريزونتال ان اور فيرتيكال الاكس بتساوي 2 كوزاين ثيتا والواي بتساوي ساين 2 ثيتا لا 2 كوزاين ثيتا 2 كوزاين ثيتا ما لو ثيتا تكتبها تي ماشي هو على الشات يا باشمهندس والواي بتساوي ساين 2 ثيتا هو عايز فاين بوينت تانجنت هوريزونتال اور فيرتيكال طيب زميلنا هنا يا جماعه بيسال المساله دي بيقول لك انا عايز النقط اللي عندها هوريزونتال تانجنت او فيرتيكال تانجنت طب الحل طبعا كلمه هوريزونتال تانجنت دي يا جماعه معناها السلوب بكام صفر صفر فهو كده اكن مديني السلوب بس مش مديني النقط طب عادي جدا اروح اجيب الواي داش واكني عايز احسب السلوب واكني معايا النقط واروح اجيب السلوب فاروح اجيب الواي داش طب الواي داش بتاعه المساله دي تتجاب ازاي عادي دي داله بارامتريه واي داله في تي والاكس كمان داله في تي فدي داله بارامتريه ازاي بشتقها بشتق الواي واقسمها على مشتقه الاكس بسيطه فهشتق الواي ساين 2 تي دي مشتقتها 2 كوزاين 2 تي واقسمها على مشتقه الاكس مشتقه الاكس دي مشتقه الاثنين كوزاين بسالب 2 ساين 2 زي ما هي ومشتقه الكوزاين بساين حلو كوزاين 2 تي اللي فوق دي او سوري انا بعمل ايه
انا يا جماعه لو معايا نقطه كنت هعوض بالنقطه فطلع السلوب، بس انا المره دي معايا السلوب، معايا السلوب بزيرو واي داش بزيرو وعايز اعرف النقطه. طيب قوم حط الواي داش بزيرو وضارب كده سالب 2 ساين تي دي في زيرو، يعني ده يعتبر كانه زيرو على واحد، يعني اضرب اللي هي فكره المقص دي يبقى زيرو بيساوي 2 كوزاين 2 تي. ممكن اقسم على الاثنين فيبقى الزيرو بيساوي كوزاين 2 تي. واقوم حال البتاع دي بالاله بقى، ازاي بتتحل بالاله؟ هتعمل شيفت كوزاين زيرو، ماشي، تعمل شيفت كوزاين زيرو. شوف انا مش عارف تعرفين المعلومه دي ولا لا، ان تعمل شيفت كوزاين زيرو فتشوف الناتج اللي جوه البتاع ده 90 90 ب 90 فيطلع ان الاثنين تي بيساوي مين اللي بقى على الاثنين يعني فيبقى ويا الله تعالى. دي كده النقطه اللي ايه اللي هيبقى عندها التانجنت هوريزونتال. طبعا لو انت عايزها نقطه، معلش يا باشمهندس، هو ازاي 2 تي بتساوي باي على 2؟ معلش تايت معايا كده تاني. ازاي 2 تي باي على 2؟ ما انت عامل شيفت كوزاين زيرو على الاله ما ترى يعني 90 باي على 2 90. تمام تمام، ما انا قبل كده قلت لكم اوعوا تكتبوا زوايا 90 و180 والكلام ده، وخصوصا لو هي كمان بره داله مثلثيه لازم تكتبها بار. طيب فيبقى تي باي على 4. المهم طبعا لو انت عايزها كنقطه عشان ما ينفعش تطلعها له تي كده، عوض هنا عن تي باي على 4 شوف الاكس بكام، وعوض هنا عن تي باي على 4 وشوف الواي بكام وحطها كنقطه كاكس واي. يعني ده لو هي هوريزونتال تانج. طب لو فيرتيكال تانج يبقى الاكس بكام؟ بعد على صفر، يبقى اسوي المقام بصفر لتحت بزيرو بالظبط. ماسك البتاعه دي اللي هي الواي داش اللي احنا جبناها، بس بدل ما تحط الواي داش بزيرو المفروض تحطه بواحد على زيرو المره دي. قوم ضارب فكره المقص يبقى سالب 2 ساين تي هتساوي زيرو. لو قسمت على سالب 2 اكن ساين تي يعني بتساوي زيرو. شيفت ساين زيرو اللي هو من الاخر يعني الساين انت تدي زيرو لو التي اللي جواها، شيفت ساين زيرو اللي هي بتدي بزيرو. على فكره باي بار يعني لو الاله طلعتها لك بباي او بزيرو الحلين ماشي شغال، لان يعني ساين زيرو بزيرو وساين باي برضه بزيرو، فالتي بزيرو او التي باي الاثنين شغالين حلين صح. بس هتقوم مطلع النقطه بتاعتك ازاي؟ تاخد التي ابو زيرو ده تعوض بيه هنا وتعوض بيه هنا عشان تطلعها كنقطه كاكس واي، او حتى التي ابو باي ده تعوض بيه هنا وهنا هتطلع النقطه بتاعتك. فده حل السؤال ده يا شباب. باشمهندس طب ممكن بس هنا هنا لما تطلع باي على طول شوف باخد المضاعفات بتاعتها واضربها في ان واقول كونديشن لان ولا؟ والله اللي انت بتقوليه ده شغل بروفيشن. يا ريت يعني يا جماعه زميلتكم هنا بتسال زميلتكم صح؟ عشان بس ما زميلتكم عادي عشان كان من شويه اتلخبطت في حاجه. المهم زميلتكم هنا بتقول ايه؟ انتوا المفروض يا جماعه ان عارفين ان الكوزاين والساين دي حاجه بريودك، يعني هي بتساوي زيرو عند كذا حاجه. يعني لما اقول لك كوزاين امتى تساوي زيرو مش عند الباي على الاثنين بس على فكره، يعني كوزاين بتساوي زيرو كل 90 درجه صح ولا ايه؟ استنى كده. الكوزاين بتدي زيرو امتى؟ كل 2 ان بلس 1 باي على الاثنين. ايه اللي انت جايبه ده يا باشمهندس؟ هفهمك كده. الكوزاين يا جماعه بتدي زيرو كل 2 ان بلس 1 باي على 2، يعني والان ده في 0 1 2 3 4 5 6 7 8 الى اخره. فمثلا لما تحط ان في 0 ده معناه ان الكوزاين بتدي زيرو عند الباي على 2 فعلا، بس مش دي النقطه الوحيده. الكوزاين كمان يا جماعه بتدي زيرو لما تحط هنا الان بواحد هتكتشف ان الكوزاين بتدي زيرو عند ال 3 باي على 2. يعني لو انت سويت 2 تي ب 3 باي على 2 فده حل مظبوط برضه. الكوزاين هتدي زيرو لو الانجل اللي جواها حط المره دي الان ب 2 لو الانجل اللي جواها ب 5 باي على 2. الكوزاين برضه بتدي زيرو. فطبعا يا باشمهندس لو انت كتبت له الحلول دي كلها كويس، يعني كويس برضه ان انت تفهم الراجل. لا احنا خلينا كده احسن يا باشمهندس، احسن كده عشان ما نتوهش. ولو ما كتبتهاش ما فيش مشكله يعني، تمام؟ ما فيش مشكله. باشمهندس ايوه، هو ممكن السؤال اللي هو قبل ده يتعمل لونج ديفيجن؟ انا ما انا عامل لونج ديفيجن.
من اوله خالص. بص في ناس بتعرف تعمل لونج ديفيجن بالاكسبوننشال بس انا ما بحبش اشرحها كده فاهم يعني، هي ينفع بس انا ما بحبش اشرحها بالطريقه دي عشان في ناس يعني بتقفل منها. اللي كنت عايز اشرحها يعني بتقفل، في ناس بتقفل منها بصراحه، فبحب اقول لهم لا احنا دايما اللونج ديفيجن بنعملها على بينوميال ماشي، فاقوم اعملها الاول بينوميال واشتغلها، انما لو عملتها كده مش غلط طبعا صح جدا ماشي، بس خاف بقى لو هي مثلا ساين سكوير على مش عارف على ساين مش عارف ايه، في مسائل برضو فيها ساين وبتعمل لونج ديفيجن دي ورا لكم قدام ده ليفل فاينل يعني، فاخاف بقى لحد يقوم عاملها لونج ديفيجن زي ما هي كده، دي ساعتها بقى هتبقى غلط يا هندسه. تمام. يعني الحركه دي تنفع اه لو اكسبوننشال، ان انت تعمل لونج ديفيجن وهي اكسبوننشال كده، انما لو هي ساين وكده ما ينفعش على كده. شكرا باشمهندس. السيشن خلاص كده خلص ولا في حاجه تاني؟ اه كان في الديريفاتيف بقى يعني هنبص عليه مش هياخد 5 دقايق. تمام خلاص حضرتك انت تستر في علامه البي دي اف ده عشان نسلم المره ماشي. بي اف علامي ايه؟ بي دي اف علامي مش هنساه في كل العقد فيه، وارفع لكم برضو البورد يعني البورده دي هرفعها لكم ان شاء الله. يعني انا بستريح للبورد قوي يعني. ايه؟ انا بستريح للبورد احسن يعني. دي حاجه بتتكتب قصادك طبعا طبعا ده طبيعي يعني. فان شاء الله هرفع لكم. بتبقى زياده كمان، بتبقى زياده يعني حضرتك بتزود فيها حاجه كتير. اه. معلش مش بوريني بتاع اللي انا سالت حضرتك فيها دي يا باشمهندس اللي بتاع انفيرس. اللي هي الكيرفو كده معلش على السريع كده هقولهولك. احنا المفروض احنا خدنا المره اللي فاتت ان في 6 فانكشنز جداد ساين انفرس كوزاين انفرس تان انفرس سيك انفرس، طبعا اخترعوهم بسبب قصه ان انت لو عايز تجيب انفرس فانكشن يعني، يعني لو تفتكروا انا قلت لكم ليه اخترعوا الفانكشنز دي عشان لو انت عندك واي بتساوي ساين اكس وحد قال لك هات الانفرس فانكشن يعني هات الاكس دلاله الواي هتقول له انا مش هعرف ازاي هخلص من الساين دي، فاضطر انهم يخترعوا لك داله جديده اسمها ساين ماينس 1 عشان بحيث لو عايز تودي الساين الناحيه الثانيه وتسيب الانجل بتاعتها بتوديها بساين ماينس 1، واتفقنا وقلنا ان الماينس 1 ده مش باور يعني ما حدش يفتكر ان الساين ماينس 1 واي هي 1 على ساين واي، دي مش باور هي اسمها كده ساين ماينس 1 واي. طيب وبالتالي كان في عندنا 6 فانكشن جداد من بدايه من الساين انفرس لحد الكوزيك انفرس كنا عايزين نعرف الديريفاتيف بتاعه. طيب الحقيقه هنا الميزه في الدوائر المثلثيه العكسيه ان انت مش هتحفظ 6 قوانين ولا حاجه، هم 3 بس وهقول لك 3 ليه. لو انت عايز تفاضل الساين انفرس هو 1 على روت ماشي، التان انفرس هو 1 من غير روت، السيك انفرس 1 على روت. طب فين الكوزاين انفرس؟ فين الكوتان انفرس؟ فين الكوزيك انفرس؟ سيبك منهم دلوقتي، هتحفظ 3 قوانين والثلاثه الباقيين هتلاقي نفسك عارفهم لوحدك. بص بقى كل اللي انت بتعمله في يبقى الساين انفرس والسيك انفرس ليهم مقام وفي روت، والتان انفرس ليها مقام بس من غير روت. بتحط ايه بقى في الروت ده؟ بنحط يا جماعه حاجتين، الواحد والفانكشن اللي اسمها اكس دي سكوير والاكس سكوير. الفكره بقى هتحط واحد زائد اكس سكوير ولا واحد ناقص اكس سكوير ولا اكس سكوير هي اللي ناقص واحد ولا اكس سكوير زائد واحد، هتحطهم ازاي؟ يبقى انت كل اللي في المقام اللي هحطه دلوقتي واحد بلس اكس سكوير، الاكس سكوير هي اللي ناقص واحد، الواحد هي اللي ناقص اكس سكوير. بص بقى لو المقام ما فيهوش سكوير روت احفظ الديريفاتيف كده، لو المقام ما فيهوش جذر تربيعي يبقى ما فيش اشاره سالب، يبقى القانون كده. يبقى تفاضل التان انفرس اكس واحد على واحد زائد الفانكشن دي سكوير، يبقى تفاضل التان انفرس اكس بواحد على واحد زائد الفانكشن دي سكوير. انا بحاول احفظك القانون كده بطريقه حلوه، يبقى لو مفيش طالما مفيش روت في المقام يبقى مفيش اشاره نيجاتيف، في روت في المقام بيبقى في اشاره نيجاتيف. طب مين نيجاتيف مين بقى؟ واحد ناقص اكس سكوير ولا اكس سكوير هي اللي ناقص واحد؟ هنا في قانون السيج واحد هو اللي ناقص اكس سكوير ولا الاكس سكوير هي اللي ناقص واحد؟ تعالى بقى اقول الساين انفرس داله ضعيفه الشخصيه. يعني ايه ضعيفه الشخصيه؟ يعني ما بتكتبش الداله اللي الحاجه اللي جواها الاول، بتقول لك حط الواحد وبعد كده حط لنا في الاخر.
انما السيك انفرس ده اللي قلبها جامد، يقول لك حط الفانكشن بتاعتي الاول وبعد كده الواحد، وعشان ده اللي قلبها جامد ما بتكتفيش بكده، شايف الفانكشن بتاعتها تقوم حطها هنا كمان عشان تقول لك انا قلبي جامد. دي كده يا جماعه تفاضلات الدوائر المثلثيه العكسيه الساين انفرس، واحد على جذر واحد ناقص اكس سكوير، ده اللي ضعيفة الشخصيه يعني بتحط الفانكشن بتاعتها بعد النيجاتيف. اما السيك انفرس دي جامده بتحط الفانكشن بتاعتها الاول بعد كده ماينس الواحد، وعشان هي جامده تحط الفانكشن بتاعتها كمان بره، فتتعلم خالص على التريف. والتان انفرس ده راجل كده مع نفسه ما بيبقاش اصلا في سكوير روت، وبالتالي اشاره ما بين الاكس سكوير والواحد، فمش فارقه تقول اكس سكوير زائد واحد او واحد زائد اكس سكوير. دي كده تفاضلات الدوائر المثلثيه العكسيه. فين يا باشمهندس الكوزين انفرس؟ اهي لو انت عايز تفاضل الكوزين انفرس زي الساين انفرس بالظبط بس تحطه فوق نيجاتيف. طب لو انت عايز تفاضل الكوتان انفرس زي التان انفرس بالظبط تحط اشاره. لو انت عايز تفاضل الكوزيك انفرس زي السيك انفرس بالظبط بس تحط اشاره. فده اللي انا موضحه في التيبل ده ماشي. فدي كده يا جماعه بالنسبه لتفاضلات الدوال المثلثيه العكسيه. طيب لو في مساله فعلا تتعامل ازاي معاها؟ لا تتعامل بسيط خالص. بص يا هندسه، لو انا عندي مثلا واي بيساوي ساين انفرس اكس سكوير وعايز اجيب الواي داش، فالواي داش بيساوي اهو بتفاضل الساين انفرس. تفاضل الساين انفرس بايه؟ بواحد على جذر واحد ماينس الفانكشن سكوير، يعني لو الفانكشن اكس بتعمل لها سكوير هنا، لو الفانكشن اكس سكوير اصلا لما بتعمل لها سكوير تبقى اكس باور 4. ده تفاضل الساين انفرس. بس خلي بالك انت لما كنت بتفاضل زمان الساين كنت بتقول بكوزاين وتسكت، لا كنت بتخش في الفانكشن بتاعتها وتفاضلها. نفس الكلام بقوله هنا برضو، لما انت كده فاضلت الساين انفرس زي الفل والله ينور عليه، بس ما تنساش تضرب في ايه؟ في تفاضل الداله اللي جوه اللي هي 2 اكس، مش لو ممكن تحطها فوق يعني، مش تحط ال 2 اكس اللي هي 2 اكس. فكده يا جماعه انت فاضلت الساين انفرس اكس سكوير. طب مثلا واي بيساوي tan inverse e بار 3 x، عايزين نفاضل دي، يبقى الواي داش بيساوي التان انفرس واحد على من غير روت واحد بلس الفانكشن سكوير، يعني لو الفانكشن اكس تبقى اكس سكوير، لو الفانكشن تبقى سكوير فتبقى e بار 6 x. او ممكن على فكره تريح دماغك وتعملها كده e بار 3 x كل سكوير ويبقى يفكها اهو، عايز تقولها اي باور 6 اكس او. طيب يبقى واحد على واحد بلس الفانكشن سكوير، ما تنساش تضرب في الديريفاتيف الفانكشن نفسها اللي جواها، الاي باور 3 اكس الديريفاتيف بتاعها اي باور 3 اكس 3، الاي باور 3 اكس الاي باور 3 اكس 3. كده خلصت اهو. هو ينفع اللي هي الانفرس فانكشن تخش مثلا في البارامتريك او التشيرو او حاجه زي كده؟ اه حلو اهو والله ما انا كاسف. سيك انفرس مثلا تي اي حاجه تي، هنا مثلا اكس بيساوي ساين انفرس اتنين تي، او عايز يا جماعه اجيب الدي واي باي دي اكس، عايز اجيب الواي داش. طيب هنا يا جماعه عشان نجيب الواي داش الداله شكلها غريب، دي تشين ولا بارامتر؟ دي بارامتر، الواي داله في تي والاكس برضه داله في تي، فدي بارامتر. طب في البارامتريك ازاي بتفاضل؟ تعال نشوف. بمسك الواي ده اشتق واقسمه على مشتقه الاكس. طب معلش تعالى كده نشتق الواي على جنب عشان هيبقى شكلها غبي شويه. اهو اشتق الواي ده واشتق الاكس، وبعد كده يا شباب هبقسمهم على بعض عشان اجيب الواي ده، عشان دي داله بارامتريك. فالواي ده فالتفاضل دي هيدي ايه؟ ستيك انفرس بواحد على روت، بحط الاول الداله سكوير، الدالة الغريبة دي اهي سكوير ناقص واحد. وعشان السيك انفرس جامدة مش بتكتفي انها بتحط الدالة بتاعتها في الأول، ده كمان بتحط الدالة شخصيا هنا قبل الروت. طيب يبقى السيك انفرس اهي، يعني يا جماعة طبقت القانون ده اللي هو واحد على روت، بمسك الفانكشن اللي جواها سكوارها ماينس واحد والفانكشن نفسها بحطها قبل الروت.
بمسك الفانكشن اللي جواها سكوير ماينس واحد والفانكشن نفسها بره. ما انساش اضرب في ايه؟ في مشتق اتنين، مشتق اللي جوه السيك انفرس بقى. طب اللي جوه السيك انفرس يا جماعه عباره عن ايه؟ 3 في تربيع زائد 1 ده الواي دوت. تعال نجيب الاكس دوت احضره عشان هنقوم قاسمينهم على بعض، عشان كده يبقى جبت الواي داش لانها زي ما قلنا ده اللي برامتري. تعال نشتق الساين انفرس بواحد على روت واحد ماينس الفانكشن دي تربيع، اتنين تي تربيع باربعة تي تربيع، اتنين تي دي لما تعملها سكوير تبقى اربعة تي تربيع. في تفاضل الاتنين تي ما ننساهاش، تفاضل الفانكشن اللي جوه بقى باتنين، يبقى الواي داش يا شباب في النهاية بيساوي قسمهم بقى على بعض، ماسك ده كده كله ونقسمه على ده كله لانها دالة برامترية. اه يا احمد يعني وارد انها تيجي اوف برامترية او تشين عادي بقى. تمام جدا ماشي كده يا جماعه. ده كل اللي احنا كنا عايزين نقوله النهارده. في حد لسه عنده اي حاجه؟ حته بقى تكامل بقى مساله التكامل لو سمحت يا باشمهندس. لو سمحت يا باشمهندس واحنا ناخد درجات الكويز ما انا بعتها نزلت الدرجتين يا باشمهندس اللي بتسال، نزلت الاثنين على الامبورتنت والناس كلها شافت درجتها. هو انا هبعت لحضرتك اللي قلت لك عليها على على التيمز هنا اللي هو يبقى عايز البسطة تفاضل المقام عشان اكمل المسكلة. لا ما انا مش فاهم اصلا دي يعني ايه البسطة. انا مش فاهم برضو مش عارف برضو وقالا كده في محاضرة و... لا ما انا مش عارف بصراحة. هبقى حضرتك الصورة بتاعت السبورة وهو كان حالي باشمهندس. خلاص ماشي. ايه تاني سمعت باشمهندس؟ كان الدكتور كان شرح لها مسألة لها كوزين في ساين انفرس. فدي انا ما فهمتهاش قوي منه. كوزين جواها ساين انفرس كده؟ والساين انفرس دي جواها ايه؟ مش فاكر والله. ما دي شبه اللي احنا عملناه. ما احنا عملنا حاجة شبه كده في الاول خالص. مش دي بتاعت المثلث اللي احنا بنرسمه كده؟ بتاعت المثلث بالظبط. شرحناه المرة اللي فاتت وشرحناه النهارده في الدرس. هترجع كده للريبورت هتقولها يعني. تمام يا باشمهندس انا لسه داخل متاخر فما شفتها. شكرا. في نهايه السكشن اللي فات شرحنا عليها مسائل كتير جدا، والنهارده في بدايه السكشن شرحنا كده مثال دخلته كمان في انتجريشن عشان هي صعبها قوي. معلش بقى هندسه الكيرف بالمره بقى معلش الكيرف كده ممكن تقول لي بس على السريع كده بسرعه معلش. ماشي. بص انا يا جماعه زي ما قلت لكم المره اللي فاتت والسؤال ده مهم يعني ما ينفعش ان انت تبقى يعني داخل الامتحان مش عارف ان هو ممكن يديك رسمه يديك رسمه ويقول لك رسمه هات بقى رسمه الانفرس ارسم رسمه الانفرس على نفس الجراف. طب ازاي اجيب الانفرس بتاع الاي او الانفرس بتاع اي فانكشن يديها لك؟ يعني اول حاجه يا شباب لازم نتاكد انها 1 تو 1. يعني ايه 1 تو 1؟ يعني لما تيجي ترسم خط افقي تلاقيه يعني بيقطع المنحنى في نقطه واحده. طب لا قدر الله بيقطع المنحنى في اكتر من نقطه لازم انت تتدخل وتقص المنحنى. يعني لو عندك مثلا كيرف كده اللي انا عايز اجيب له الانفرس فانكشن ده ما ينفعش تروح تجيب له انفرس فانكشن. ليه؟ انك لو رسمت خط افقي مش هتبقى 1 تو 1 يعني اي فاليو للواي مش هتديك فاليو للاكس هتديك 2 فاليو للاكس دي كده مش 1 تو 1. طب الحل هل ما هتقول له انا كده مش عارف اجيب انفرس وتسيبها له؟ لا تقوم انت عامل ايه؟ مخليها انت بايدك 1 تو 1. ازاي اعملها دي؟ تيجي هنا تمسح الفرعية الشمال او الفرعية اليمين. انت ممكن تقوم عامل كده اهو. كده المسألة بقت 1 تو 1 تبتدي بقى ان انت ترسم الانفرس. ازاي بقى لو هي 1 تو 1 او بعد ما خليتها 1 تو 1 ازاي بقى الانفرس ده يترسم؟ هات ورقة بيضة كده يا احمد قصادك. او اي حد يعني مش عارف ماشي انا اهو جبتها. ارسم الرسمة اللي انا عايز اجيب لها الانفرس دي اللي هي رسمة الاكسبونشن. حاضر. نفس الرسمه كده في الصوره هي هي الزرقاء دي. تمام استنى ايه اللي بالورقه على ظهرها هتلاقي الشكل ده. الا ان هي نسمه نسله بالعكس. اللي انا عاملها دي ايوه درجه مع عقارب الساعه. يعني عقارب الساعه بتلف كده الفا ازاي 90 درجه مع عقارب الساعه في نفس اتجاه السهم الاحمر اللي انا عامله ده 90 درجه. تمام هتلاقي في الظهر ظهر لك كده ممكن
لا انا لحد ما انا شفت الورقه في ظهرها تمام بتاعت اللفه دي مش فاهمها بصراحه. بص انت كده قلب الورقه صح؟ انا كده قلبها هي وطلع معايا نفس الشكل ده، طالع معايا نفس الشكل. طب لف الورقه 90 درجه مع قرب الساعه. 90 درجه صح؟ الفها ازاي؟ شايف السهم ده؟ اه 90 درجه بس. تمام لفيتها. ايوه تمام لفيتها. شايف الشكل ده دلوقتي انت؟ ايوه شايف تمام صح كده. صح هو ده الانفرس فانكشن خلاص. ايه ده يا والله؟ تمام قوي كده. ايوه فعلا هو طلع كده فعلا. اي فانكشن بقى عايز ترسم لها الانفرس تعملها بالطريقه دي، بس الاول مش هو كده بيدينا اصلا، هو اللي بيدينا الرسمه جاهزه؟ هو اللي بيديك الرسمه ويقول لك ارسم على يعني على نفس الرسمه ارسم الانفرس، تقوم انت جاي راسم الانفرس بالاحمر زي ما انا راسمها كده. تمام. تمام كده يا جماعه. رشوان دخل في المتر باشمهندس. كده خلصنا رشوندس؟ اه احنا كده خلصنا، بس لو حد عايز حاجه بقى. ايوه رسومات داخله في الميد تيرم. الرسومات اه هو زي ما انا قلت له كده، يعني هي هيجي لك رسمه ويقول لك اقلبها، ولكن الرسومات يعني قصدي ممكن ما يديش فانكشن ويقول لك اعمل لي رسمتها. يعني قصدي ممكن يقول لك ارسم الساين انفرس الكوزاين انفرس التان انفرس، لان دول مقررين عليك في المنهج ان انت تبقى عارف رسمه الساين انفرس والتان انفرس والكوزاين انفرس. فدول بس دول اسئله فاينل. تمام. انما في الترم عاده او دائما يعني بيجيب رسمه غريبه كده ويقول لك انت ايه ارسم الانفرس بتاعتها، فتاخد طريقه الوقت على طول. بالنسبه تمام كمل. ايوه بالنسبه للدريفيتيف يقول لي مثلا اثبته لي، ينفع يعني يجيب لي اثبات لي ان انا اثبته وكده جبت نت دريفيتيف وكده؟ ناس سالتني في الموضوع ده المره اللي فاتت قلت لهم لا، يعني انا يمكن هنا انا عملت لها اثبات، بس يا جماعه الاثبات ده ما هوش عليكم، يعني انت مش عليك اثبات ليه الساين انفرس بواحد على جذر واحد ناقص اكس سكوير. لا 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 مش للدرجه. مش الانفرس عموما، يعني ايا يكن فانكشن عاديه حتى لو مثلا اكس مثلا اكس باور 2 مثلا ما يقوليش ال 2 اكس جت منين. قانون الليميت بقى ما احنا اديناه في السكشن دي. لا قصدي يعني هو ممكن يجيبه، قصدي يعني في الميد تيرم ممكن يجيبه. المفروض لا. تمام والله يعني عشان انتوا بس اتكلمتوا فيه مع دكتور حسين فانا خايف لا يجيبه، بس هو المفروض لا. خلاص كده يا باشمهندس احنا خلصنا؟ احنا كده خلصنا شباب يعني، وكده كده مفيش اتندنس يعني عشان اخواتنا.